سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ حنا قاعد نسمعوا نسمعوا لما قال لهم انا راني هذه قتله، قال لهم هذا وزير الامن والتوثيق الصحراوي التندوفي. دائما لما شوف، دائما لما تسمعوا هذه كلمه الصحراوي زيدوا حداها تندوفي، لانه هذا المصطلح ينطبق على الجمهوريه الصحراويه في تندوف. لانه لحد الساعه انا ما نعرف، انا هادو الشلوحه المغاربه اللي تقولوا عليهم انتم، والله العظيم نعرفهم، انا نعرفهم غاك تضرهم في راسهم، يطيح في طياره ديال الرام يقبضها من كازا شور الداخله، ولا كازا شور العيون. فلعت هذه الجمهوريه في العيون وفي الداخله، راهو داوها لكم المغاربه، راهو هاو الشلوحه مشوا تمونكم عروسهم في الداخله وفي العيون. سكنوا، خلينا نسمعوا التصريح اللي قال عليه سمو هذا قاع هذا مسي هذا راه مات، هذا على اي الله يرحمه، انا قاعد اموات معليش والله نقول الله يرحمه، والله انسان ضيع حياته وضيع مستقبله واولاده ومستقبله كامل، فهمت عليا؟ منين هذا التصريح؟ منين ها هو، الله الا مرحبا. فر فر فر، هذا واحد قال له عبد الله الحبيب. عبد الله الحبيب هذا كان يسمى بوزير الامن والتوثيق الصحراوي، وهذا كان من الناس اللي من خارطه في الدعايه ديال تسخان الفرفاره للنعيجات البوليزاريو، يسخنهم الفرفاره غاي يشرب كاس من اتاي، يجي يطلع للمنبر يقول لهم لقد فر الجنود المراركه الشلوحه، لقد فروا وتركوا مكانهم، لقد كذا لقد كذا. خلونا نسمعوا ايش قال لهم. انواع اعداد كبيره من هؤلاء الجنود، فيهم اللي ما بغى يلتحق وفيهم اللي فر جمعوهم في المغرب بالدرك الملكي، وكان يكلم عن محاكمة عسكرية لمجموعة كبيرة منهم. هذا فاش يالله بدات ديك الخرطي ديال الأقصار، طلع واحد النهار ويقول لهم هناك مجموعة كبيرة من الضباط وقادة الجيوش والجنود المغاربة رفضوا الالتحاق وفروا، لقد فر المراركة من جبهات القتال، وجمعوهم مساكن بالدرك الملكي. ما الدرك الملكي مش جابهم من الدار. ايوا كملوا، وقال لك محاكمات عسكريه. ايوا زيد، تكلم عن محاكمه عسكريه لمجموعه كبيره منهم، وهذا معقول ومنطقي تماما. ايوا هؤلاء لا تجربه لهم في الحرب اولا. ايوا لان الجيش اللي قاتل مده 16 سنه باقي منه حالف اسمه القوات الملكية القليل والقليل جدا، وهذا طبيعي في الجيوش الكلاسيكية بحكم الزمن وبحكم التقاعد وحكم الأحمر. احنا وقت إطلاق النار دامت 30 سنة، إذا ذوك اللي قاتل قبل 30 سنة وغالبيتهم لم تعد موجودة. اثنين، هؤلاء الجنود جاءوا إلى هنا ليس دفاعا عن الوطن ولا دفاعا عن الشرف ولا بقناعة ولا بحماس، جاءوا بحثا عن لغمة عيش، يبحثون. شوف مساكن كيفاش يسخنوا الفرفارة، شوف كيفاش يسخنوا الفرفارة اللي متبني فكر الجبهة. قال لهم باللي هذا الجيش المغربي وأفراد قواتنا المسلحة، وبالمناسبة كل التحية العسكرية والتقدير لقواتنا المسلحة الملكية المتواجدة في الصفوف الأمامية والمدافع الحقيقي عن حوزة الوطن وعن تراب الوطن، سواء في حدودنا الشرقية مع نظام الزريبة الجزائرية أو مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وحتى قواتنا المسلحة بجميع فروعها البرية والبحرية والجوية، وأيضا أجهزتنا الأمنية اللي المدافعة الحقيقية والصريحة عن حوزة الوطن وقضايا الوطن. فهذا قال لهم على أنه هذا الجيوش هما ما هم جايين أو داخلين الجيش من أجل الوطن ومن أجل قضية ومن أجل كذا، فقط من أجل لقمة العيش بحكم الشهرية اللي يعطوهم. إذن حسب هذا المنطق ديال الزريبة ديال النعيجات الجبهة، حتى أفراد الجيش الجزائري داخلين من أجل لقمة العيش، حتى أفراد الجيش الأمريكي داخلين من أجل لقمة العيش. إذن جميع الجيوش هذه اللي تم تعطاها ماندا وخلصة داخلين من أجل لقمة العيش. ولكن السؤال المطروح، هادو اللي داخلين، هادو اللي تسموهم انتوما الجيش المغربي اللي تسموهم الشلوحة، قديتوا عليهم جبهات القتال؟
عدلتوا معهم شي في القتال؟ ما تموا صفقوا على بياتكم إلين بيتوكم في الخيام عند الجزائريين؟ انتم مدريك منين؟ هذا اللي يتكلم الآن. وديك القوات الناحية السادسة والناحية الثامنة والناحية الرابعة وما نعرف شنو، ما هم دول القوات اللي تقولوا عليهم الشلوحة اللي داخلين كما قلت انت بلا قضية وداخلين بدون شرف وكذا وكذا وكذا، وحاش يكونوا كذلك. ماء ودماءهم اللي سالت وسواعدهم اللي رفضت البنادق والمدافع وركبت وتاتها ودباباتها وتم تطحن في بيكم في بي المخينزو، هادو ديال الكراغلة يلين بيتوكم عند الجزائريين، عدتوا لاجئين وعدتوا تعدلوا تداربكم واستعراضاتكم وخربقاتكم وتزربقاتكم اللا فم. ايوا لو كانوا هاو الرجال رجالة القوات المسلحة الملكية، لو كانوا ما مداخلين بشرف وإيمان بقضية وبعدالة، كون درايك رنكم انتوما، كون درايك انتوما اللي موجودين في تراب الصحراء. ولكن لأنه هاو الرجالة اللي انتوما خليتوما نقصتوا منهم وسبيتوهم وعايرتوهم وكذا، ولكن دماءهم سالت لإيمانهم بدي القضية وبدي التراب، وصهروا الليالي وتموا واقفين إلين خلاوكم انتوما وبني باريز من الزريبة ديال الجزائر تتباكوا علينا وتنبحوا علينا من داخل مخيمات الجبهة ومن داخل مخيمات الرابوني، وصنعوا منكم وأصبحتم الآن تسبوا في أولاد عمكم وتسبوا في شيوخ القبائل الآن اللي موجودين واللي بايعين القيادة الملكية في المغرب واللي منخارطين في السياسة التنموية في الأقاليم الجنوبية اللي ما تجبر إدارة في الصحراء إلا فيها صحراوي، وما تجبر جماعة إلا وفيها رئيسها صحراوي، وما تجبر مؤسسة إلا وفيها صحراوي من أولاد الجبهة، عفوا من أولاد الأقاليم الجنوبية. ولكن في الجبهة اللا القبلية المقيتة في الجبهة، والله ما كنت ولد قيادي ولا من عائلة القيادة إلا قبضت منصب ولا مشيت قبضت فيزا لبرا ولا عدلت شيء ولا عدلت تجارة ولا عدلت أي شيء. ودي الحرب اللي ما مؤمن بها، اللي هذه الحرب اللي تكلموا عليها الآن الناس اللي ما يآمن بها، الناس اللي في الجبهة. وخلينا نسمعوا الإخوة الكرام، خلينا نسمعوا المواطنة الصحراوية من داخل الجبهة. هذا من يعني نتكلم، ما هو الرأي المغربي اللي تسموه انتم مستوطن وتسموه خاين وقارد قارطية ومدعوم صهيونيا ومدعوم ما نعرف شنه اللي يتكلم. خلينا نسمعوا مواطنة صحراوية تتكلم على دي الحرب اللي انتم مسمينها حرب، ياك سميتوها حرب. اصبر يا ايوا، خلينا نسمعوا السيدة اش تقول. سمعوا معايا يا اخوان. كيف لاباس عليكم كاملين؟ اين قال لها حرب؟ اين قال لها حرب الكذيب وموت القليان وموت الشباب؟ الصحراء اللي تنقاض وموت شبابها ما فات. سمعوني سمعوا السيدة تتكلم. دقيقة ما يحاول يمشي لي صحك حق تخبطوا طيارة والله يقبل سالوك. انا يا اخوتي نورا وحرام لا تيتوا تجلسوا الحرب. ايوا لا تيتوا تدعموا الناس على الحرب، وقفوا الحرب، الحرب دمار، الحرب دمار. الشعب الصحراء قليل ما هو خارق ولا التاصل به الحرب، ما لا يبقى منه حد. لا تيتوا تقولوا الناس قلت الحرب يا اخوتي، خلوا لي ذا الباقي منها بعدين ما قاعد يعود الشعب شوي صحك حقا وقاعد يتكلم عن راسه. لا تيتوا تقولوا الحرب، متبرين منكم وقفوا عنا ذي الحرب، متوقفوا عنا ذي الحرب، رانا مناشدين العالم كامل، ما هو دار الرئيس واحد ولا عالم كامل مناشدين على وقف عنا ذي الحرب. رحمه وسلم. ايوا سمعتوا هذه السيدة ماذا تقول؟ يقدر الرويدي ولا حميدة هذا اللي جاي لابس عليهم تري ديال العسكر، حنا نوريكم واحد مسده باش تعرفوا كيفاش يتم يضحكوا عليكم. حميدة
هذا خيك حميدة جاكم الحرب قايمة قائد الأركان ودلعكيك ودلعكيك جاكم هذا حميدة اللي طلعوا عنده بعض المغاربة سمحهم الله هذا عايش برا وعايش في أوروبا متمونك والتزينة جو زين خلصتو كاينة يأكل ماكلة زينة جو زين ما هو ما هو عرقان وما هو ناعس في البرد وما هو متغبر بغبار بغبار المخيمات وكذا ويجيو انتوما يجي عندكم انتوما يفتح لكم لايفات ويتم عليكم القضية الصحراوية وحنا عندنا تقريرنا والشرعية الدولية ولذا حميدة يضحك عليكم ورادكم انتوما حميدات هذا النوع انا اللي ما نبغيه يستغل اولاد الجبهة المساكين الضعفاء المراهقين السياسيين اللي هما خلاقة في المخيمات وما نبغيه يستغل ولاد الأقاليم الجنوبية ولاد الصحراويات والصحراويين ويعرفوا على أنه هذو نصابة وهنتاتة يتموا يضحكوا عليكم غادي نعاود لكم شنو قالت هذيك المرة غادي نعاود لكم لا بغيت نعطيكم مثال على الناس اللي تروج للحرب واللي تعطي مغالطات الساكنة المحتجزة في الأقاليم في أقاليم الرابوني في مخيمات الحمادة ويحاولون هو وذاك الرويدي يحاولون على أنهم يأثروا على المراهقين السياسيين المراهقين الشباب المراهق في الأقاليم الجنوبية فبالتالي الإخوة الكرام يحاولوا دائما من خلال دي اللايفات ومن خلال تمرير خطاب مسموم لينسمعكم جزء منه باش الإخوان تقدوا تفهموني الناس اللي قالت لك ما تنخرط في الدعاية وما تنخرط في الرد على هذا بني باريس وهذا حميدات اللي موجودين الآن على مستوى السوشيال ميديا وضرورة وجود منصات مغربية وعلى أنه المغاربة ما تمشيوش عن هذا الحراطين لأنهم هادو يطلعوا بكم رايفات هادو يسترزقوا بكم لما نقول الاسترزاق الحقيقي توصلهم مانضات شهرية محطوطة فقط أنه يفتح لايف ويطلعك انت أخي المغربي ويصنع بيك محتوى يصنعوا بكم محتوى يا صاحبي أختي المغربية أخي المغربي يصنعوا بكم محتوى وتطلع عنده انت وتم تبرر له يا حرق بي وبي اللي جابوا عادت الصحراء ماي مغربية يمشي حررها ياك هو قال عنه حرب وهو حميدة راك يقول لكم لابس تريي اسمعوا لي خوتي اسمعوا نعتذر على اني نزق شوي ونتكلم نرفع صوتي ولكن دي الحقيقه انا والله العظيم نجبركم انتوما طالعين عنده في مساحته مازال هذا حميدة وغيره الى عادوا في لايفات اجنبيه ويمروا خطابهم نقد نشجع انا الناس تمشي ما تخليهم يمروا خطابهم ولكن باش انت تطلع عنده وتصنع له كونسيبت وتنجح له لايفو وتصنع منه منصة انت اخي المغربي واختي المغربية بالله عليكم واش الملك رحمة الله عليه الحسن الثاني قال لكم لا نريد من العالم ان يعترف لنا بمغربية الصحراء واش نحانوا احنا نعيجات الجبهة يعترفوا لنا بالصحراء تقنعوا انت يا باللي راه الصحراء مغربية هذا راه رادع الكره لكل ما هو مغربي من بزول تمه في الجبهة وتجي انت باغي تقنعو وطالع عنده انتيا والله اخي حمدي انا كنت اريد ان اقول على انه لقد الصحراء المسير ياك لاعبوك انزل عن الويل اش بغيت عنده خلي بوه يهرط فما كيف الحمار خلي بوه تم يصغي كيف الكلب اقتلوهم يا صاحبي شنو المغاربه ما كتفهموش والله لو ما نتكلم منع من طبعا وحدين انا وحدين ما بقاوش يتفهموا لي وخصوصا هذا الكلب وواحد النوعيه اخرى معاه يا صاحبي يهينونكم يحاولوا يسيئولكم ينقصوا منكم وانت ما راسك عنده في اللايف باغي تقنعوا ان الصحراء مغربيه يا له لا قنعوا لا هو لا غير ولا مليون منه يمشي يقنع لا عائلته هذا عائلته راهي تشتغل مع الدولة المغربية ومن خارطة في المسلسل التموي في الأقاليم الجنوبية عائلته إذا كان عائلته لم يقنعها تمشي انت تقنعه هادو ما تمشوا لايفاتهم ما تنجحوا لهم لايفاتهم ما تصنعوا منهم أسماء تيك توكية ما تصنعوا منهم أسماء تيك توكية
انا هادو في ياماتهم فشي الله بانو، قسما بالله فشي الله بانو. هذا عندك هذا، وعندك ديك جيجي، وعندك مياره، وعندك واحد الربع اخرى دايرين واحد اللوغو مشابه، كاملين هذو كنا طحناهم حنا وخوتنا المغاربه اللي كانوا يتناقشوا، وانتهى النقاش معهم فاش ايام انه بدات تنفتح علينا منصات، وبدات المنصات تدخل في ذا الكونسيبت اللي اسمه نقاش المغربي الجزائري. ولكن من اللي هما اصبحوا يفتحوا لايفاتهم، علاش انت اخي المغربي واختي المغربيه تمشي عندهم؟ اذا هو الان اللي لابس لك تري، هذا حميد اللي لابس تري، خاين خليه يرد لنا على هذه السيده. سمعوا الصحراويه اش تقول، سمعوا ونترجم لكم. صباح الخير، ياك لاباس عليكم كاملين. اي ما قال لها حرب، اي قال لها حرب الكذيب. قالت لكم هذه ما ينقالها حرب، هذه لا حرب الكذيب. قالت لهم زعما انه هذه الدعايه اللي ينشرها تنظيم البوليزاريو ونعيجات الجبهه وازلامهم لا حرب الكذيب، هذه صحراويه. انا ماشي مشكله، انا الراي المغربي، انا سميتو انا مسترزق وانا مستوطن وانا كذا وانا 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 انا كاع ما يجي مشكله. انا اصلا ما نبرر لحد، انا عجبك كلامي مرحبا، ما عجبك نطاح راسك مع الحيط ولا اشرب البحر، ماني حانك. انا قاعد تعترف لي ولا تعطيني وطنيه ولا تقلع عني وطنيه ولا ما نعرف شنو. انا هذه السينه معروفه فيا، ما نبرر للناس ابدا، لان ولا جيت نبرر للبلاد نحط راسي في اتهام. عجبك مرحبا، ما عجبك نطح راسك مع الحيط، ماني قارب تليفونك وماني طالب منك شيء وماني نتكلم باسمك وماني قايل لك راني ندافع عليك. فبالتالي اذا كان هذا حميده وغيره من الهنتات الرويد وغيره يرد على دين الانسان، هذه صحراويه من مخيمات، ما هي مآمنه بحرب الدعايه اللي الان جابت البوليزاريو تتكلم عليها. وخيرت مروكو لين تم لا طحن فيهم، ما عندك لا طحن لا البوكسات. وخيرت الاخت مروكو، شكرا جزيلا على موقفك اللي عدلتيه، وتحياتي لكم مشكوره مني انا ومن الديكوين، نوصلوا لك كل التحيه والتقدير. وايضا مشكورين جميع الاخوان اللي قالوا كلمه الحق وقالوا كلمه زينه فينا، ربي يحفظكم والله ينصركم دائما وابدا. وايضا كل التضامن معاكم وعلى الاخوان الاخرين، كل من تعرض للسب والشتم دائما نقولها انا مواقفنا انه نتضامنوا ورافضين كل اشكال السب والشتم، رافضين كل اشكال الاهانه. نرجعوا للموضوع الاخوه الكرام، هذا فقط في اطار انخراطنا في اعطاء يعني بعض الكلمات للناس اللي تستحق حقيقه. وخيرت الاخوه الكرام نكملوا، قلت لكم خالق هذا حميده وخالق الرويدي هذه صحراويه. يا معليش انا شوف، انا كما قلت لكم انا الراي المغربي مستوطن وانا ماني صحراوي وانا مسترزق وانا قابض كارطيات وانا ما نعرف شنو. يا غير جاوبوا هذه الانسانه، جاوبوها. اسمع اسمع، يا نموذج الشباب الصحراء اللي تنقرض هو نموذج شبابها ما حاني حاني. جاوبوها جاوبوها جاوبوها. خير ياك لاباس عليكم كاملين. اي مين قال لها حرب؟ اي قال لها حرب الكذيب وموت القليان وموت الشباب. الصحراء اللي تنقرض هو موت شبابها، ما فات عاد عنده ما يقول يميخ، ولا فات خالي الشير قاعد لا يبغى يسمع عاقبه، ما يحاول يمشي لين صحك حق تخبطوا طياره والله يخبطوا صاروخ. انا اخوتي نرى حرام لا تقولوا تقيس الحرب. هذه السيدة من قلب مخيمات الحمادة، أي قلب مخيمات الاحتجاز، تقول لهم على أنه ما كاين شيء قال له حرب، لا يوجد شيء اسمه حرب، هذه حرب الأكاذيب. وتدعو الشباب المخيمات على أنهم ما يمشوا ينخارطوا في التجنيد في الميليشيات الجبهة، وما يستجبوا الغالي وغويلي وقيادة ورئيس الأركان وديك الدعاية، وعلى أنه احنا قليلين. قالت لهم انتم يا اللي يسموهم كذبا وزورا الشعب الصحراوي راكم قليلين، واللي مشى منكم الحرب راي تخبطوا طيارة، بمعنى اللي مشى الحرب راي تقتلوا الطيارة أي تقتلوا الدرون. فبالتالي هي تقول لهم أنه هذه حرب خاسرة ما عندنا فيها رباح، وحرام عليكم تدوا ولادنا لهذا الحرب، وتوجه نداء للشباب على انهم ما يمشوا. نكملوا. لا تلعنوا الناس على الحرب، وقفوا الحرب، الحرب دمار، الحرب دمار. الشعب الصحراء قليل ما هو خارق، ولا اتصل به الحرب ما لا يبقى منه حد. لا تقولوا الناس قصر الحرب يا اخوتي، خلوا لي الباقي منها بعدين، ما قاعد يعود شعب شوي صحك حق قاعد قاعد يتكلم عن راسه. لا تقولوا الحرب متبرية منكم، راهي متبرية منك يا حمدي يا حميدة، هاي صحراوية متبرية منك، بيك انت تجي تلبس تري وتم تروج للحرب وتدفع بأبناء الصحراويين إلى الدخول في حرب خاسرة مع من تسميه انت العدو المغربي. فبالتالي
هذه صحراوية ما هي مقتنعة بدعايتك أنت ودعاية الرويدي وبدعاية تنظيم البوليزاريو، وتناشد أبناء الصحراويين والصحراويات على أنهم ما ينخرطوا في ذي الحرب. علاش أنا متبني خطابها وأدعو إلى أن أولاد الصحراويين ما تنخرطوا في الحرب؟ إلا جابوا لكم أولاد أولاد القيادة يجيبوهم الحرب مرحبا، ديك الساعة انخرطوا ومنكم للدرون، تعرفوا أنتم منكم للدرون، لأنه هؤلاء المغاربة راكم لا إله إلا الله دبروا رأسكم. المغاربة هما هاد المغاربة، المغاربة رايك في إفريقيا عندهم المرتبة الثانية كأكبر بلد إفريقي شراء للدرونات. هادو المغاربة اللي تقولوا ما عندهم شيء، المغرب هذه ما عندها شيء، الشلوحة هذه ما عندهم شيء، وخرص لك خرص لك شلوحة موجدين لك. أي مرتزق انفصالي ما ترحمه، والمغرب لا يعود الرقم واحد في إفريقيا، به الآن حط المناطق الصناعية والمصانع لإنتاج الدرونات، ومهمتها الوحيدة إعطاء تقرير المصير لكل من سولت نفسه ولكل من ظلم نفسه، لأن المغاربة ما يظلموا، الدولة المغربية ما تظلم، والجيش المغربي ما يظلم. لحدود الساعة الموقف المغربي التزامنا الدائم بوقف إطلاق النار وفق ميثاق الأمم المتحدة، ولكن في نفس الوقت كما أكد على ذلك ممثل المملكة السيد عمر هلال في الأمم المتحدة على أن المملكة تلتزم بالدفاع الثابت والراسخ بكل قوة وحزم على كل من استهدف أمن المملكة المغربية. وهذا اللي قايم به الجيش المغربي لحدود الساعة، متمولكين مستأنسين مريحين، اللي سخطات عليهم واللي شرب كاس من أتاي مشحر وسخن عليه راسه وقال لك لا نمشي الحرب المغاربة، لا نعدل الأقصاف، لا تقصف أمك الطيارة، دي الطيارة لا تقصف أمك، ولا يجمعوكم في الصناديق ويحطوك فما ويعطوك بلاكة الشهيد محمد ولد أحمد ولد حميدة رحمة الله عليه. هذا اللي يخسروا عليك، ولكن قيادة الجبهة وولاد الجبهة قابضين مشاريع ومتمولكين ومستانسين ومخلينك أنت مآمن بوهم، مآمن بالوهم، ويدفعوا بيك وصانعين لك عدو وهمي على أن المغاربة عدو، وعلى أن المغرب يحتجز، وعلى أن المغرب كذا، ويجيبوا لكم هاو الهنتاتة وهاو النصابة من هذا الرويدي وأتباعه وذاك ملك نعيجات البوليزاري والبيضاني، وأيضا حميدة وجيجي وخيخي وغيرهم اللي كلهم عايشين برا. يا أخوتي يا أولاد، يا أولاد الجبهة، يا أولاد الأقاليم الجنوبية، أطرحوا على نفسكم سؤال، أطرحوا على نفسكم سؤال، ما دام هؤلاء الناس مؤمنين بهذه القضية اش مازالهم يديروا في أوروبا؟ لماذا لم يلتحقوا بجبهات القتال؟ علاش ما يمشوا يستجيبوا الخطاب غويلي الذي يدعوهم إلى الانخراط في الحرب؟ علاش جالسين مورا الشاشة متمونكين وقابضين الفضة واتاتهم زينة سياراتهم زينة ومتزوجينهم أجنبيات وقالسين يتموا عليكم انتم بالبروباغاندا؟ تعال يقولك اجي ايه تعال نجلد العياشة، نجلد العياشة عندنا قضية، يقلع ابوك يا صافي. دراك انت لا سبيتي المغاربة ولا لا سبيتي مغربية ولا مغربي ولا لا سبيتي ملك المغرب، راك حررت الصحراء، يدكما تعطي، يدكما تعطي السراح بالسراح، يا خلاقة المخيمات انت وغيرك. بقات في السبان ولا بقات في السبان؟ يا قلعبو مشي من الهنتاتة. نكملوا على اخوان نتوقفوا عنا للحرب، نتوقفوا عنا للحرب، رانا مناشدين العالم كامل، ما هو دار رئيس واحد والعالم كامل مناشدين على وقف عنا للحرب. رحبوا وسهلا دبوي ورحبا سهل الويداري او كلش، وهذا اليوم نحييكم رحمة اليوم ثلاثة الحرجون سامي ونشوف لكم ان شاء الله الارحم مع عشر شهداء وتوفى البيقى بعد لا تطوي خاصة رجالة كانت وفد المظاهرات عند الرئيس عم يجيب حل للطيارة، والله مريض يسلم جديدي وقال الحرب ما يخرج يستسلم. يوفى من دلويل، يوفى من دلويل، هذا قال لهم الاخوان راهي دي البايقة، دي البايقة بمعنى يقصد بها هذه الطائرة، على انه هذه الطائرة لا تطوي
اللا تطوي يعني غاك تسرح لبنادم في الرق، يعني غاك تعطي البنادم ذاك اللي يدور، يعني اللي تعدره ويجبرها مسيكيها يطيرها مسيكين اللا تزقن في السماء، واللي جبراته تطويه وقال لهم لازم نعدلوا لازم نعدلوا مظاهرات عند الرئيس يجبرنا حل دي الطيارة، بمعنى نوقفوا على الرئيس، نمشيوا عند الرئيس غويلي طبعا ابراهيم غالي، نقولوا له حق الله يا ابراهيم غالي يجبرنا حل دي الطيارة، ولا ما عندك حل وقف عندنا دي الحرب، بمعنى اذا ما عندك حل دي الطيارة وقف عندنا دي الحرب. وبالمناسبة راه شوي شوي غاديين شوية شوية كينقصوا من ديك الهنتاتة من ديك الترعيدة وديك البلابلا ديك العنتريات والله وحنا وكذا والحرب، غادي شوي شوي وكينقصوا منها، لانه عرفوا على انه حرب خاسره ما عندهم لها شيء وما موجدين لها شيء، وزياره غويلي للجزائر ما جايب منها شيء، والجزائر خايفه على راسها وما تقد تدخل للحرب. والو السكين هذا جاء عنده هذا درايك تجابر مع هذا الشنقريحة البوال، قال له واش ما عندك شي حل هذه الطيار، قال له دير دخلنا معكم غير طحنونا معكم دوك المغاربه، خلونا غير كيف الكلاب نبحوا حنا بعدا، رانا غا كنبحوا حنا راه كنبحوا كنقول لهم نغلق الحدود، نبحوا نقول لهم اوقفوا السفن القادمه من الموانئ المغربيه، نبحوا نحن كذا، هذا اللي عندهم. غادي عندهم سكين قال له حق الله اعطينا حل دي الطياره اللي عند المراركه يا شنقريح واش ما غتدخل معنا الحرب، راه المغاربه طواو فينا ذاك اللي طواو وطحنوا فينا ذاك اللي نطحن، ومات لنا الشباب دراك راه عاد يهرب لنا من التجنيد. ولكن كما قلت لكم انا السؤال هذا ورفعته تحدي نعيجات الجبهة الرويدي وحميدة وجيجي وخيخي وهذا كامل اللي نبحوا في مواقع التواصل الاجتماعي، وخيرت خليل طورنادو تحياتي أخي الكريم، هذا كاملين أقول لكم الإخوة الكرام، السؤال زيارة إبراهيم غالي للجزائر ماذا كانت نتائجها وما هي الاتفاقيات اللي وقعت وشنو جاب لكم غالي من الجزائر وشنو أعطاتكم الجزائر؟ أنا اللي بالي على أن الجزائر أعطاتكم الحاج القادي ولد البوغاندي والصبع الوسطاني اللي قبضته، لانه ما عندكم لهم شيء وما تقدر تعطيكم شيء، وما نشرتوا بيان واحد تاكدوا فيه ما هي النتائج وشنو قبضتم للجزائر شنو عدلتوا في الجزائر. الا تصور دائما البروباغندا تنعيجات الجبهه، الا تصور يتم يعدلوا فيها انتصارات وهميه على انه خارج انتصار وانه عدلنا الصوره ومشينا وجينا وقاس غالي وجا غالي، ولكن هل تغير شيء في القضيه؟ ابدا. الامم المتحده جابت لكم شيء؟ ابدا. رئيس الامم المتحده راعي واحد النعيجه من نعيجات الجبهه، شوفوا واحد النعيجه من نعيجات الجبهه، سبحان الله العظيم انك تعرفوا غادي يجي، تعرفوا لانه هذا كانيش ديالي، عندي كانيش في تيك توك اخوان، تعرفوا لانه الراي المغربي ما يظلم حد، ولكن هذا الكانيش نكون كنهضر على الجزائر، نكون كنهضر على الجبهه، نكون كنهضر في مواضيع معدده، ويجي ما نتكلم لا عليه لا على حد ثاني لا على اي مغربي، يجي عندي هون يتم ينبح عليا كيف الكليب ديالي، ينبح لي هاو 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 كوين، هاو 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 كوين، المنظمة الإسرائيلية، المنظمة الهندية، يقلع بوك. أنا شو قسما بالله بعض المرات كنفرح لأنه كنخلي واحد الناس نزرع فيهم في الخاطر ديالهم بقوة ذاك الحقد والكره، يا سبحان الله كيخليه كلب ديالي فين ما مشيت ينبح عليا، الله يفلي ندخلو تجبروا هاو 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 كوين، هاو هاو كوين، معقدة جد بوكم الكلب، ما نعرف تاصيل تبوه، ما عمري تكلمت عليه، ما عمرو جبرني معاه قيست، ما عمرني ذكرت حتى اسمه، داير فيك نايم محمد امين لعيون سيتي، وقبل كان داير ميسي، ويجي يقول لك شكون هو الراي المغربي، شكون هي كوين، شكون هما الداعمين، شكون هما كذا،
يقلع ابوك، انا نتحداك قسما عظما نهار تطلع باسمك الحقيقي وتبين هويتك عاد اجي هضر معايا. واش قلت عيب الاخوان؟ واش انا عمري جيت للطالب شي واحد قلت له شكون انت؟ لاني انا طالع بفيك نايم. ولكن هذا النعيجه هذا الكليب ديالي في ما جبرني انا. الراجل المغربي مدعوم صهيونيا اسرائيليا هنوديا فضائيا بوغانديا، البوغاندي اللي غنعطي له مكانه لانه بنادم الاخوه الكرام كترفع عليه كترفع عليه كتقول ماشي مشكل مره واحده كاد دوز حيد هادي. وما خالق لايف ما خالق لايف الا وينبح عليا كيف الكليب تقول انا طاعز فمه ولا مدي مال بوه ولا حاط جيبي في خنشه باه ولا في مؤخره جداه. راني غير نترفع قسما بالله ونمشيت انا ونخرط في هذا الشيء ديال السبان والله العظيم الكريم الى نشطح بيات اماتكم التيك توك. ولكن انا ماني باغي نطيح اسمي وماني باغي نطيح صورتي نخسرها انا على النعيجات وعلى الكليبات وعلى اولاد الكلبات. راني اخوان راكم شاهدين انتم راكم تعرفوه، انا طالع اللايف كنهضر على موضوع يجيني هو يجيني هو لتحت كيف الكلب كانيش رابطه وانا رابطه تقول ماني مغديه ماني عاطيه العظم ماني راميه لمه. يا غلاوك صح وهو ود الكلب اللي فاقصه اللي فاقصه لذو السبوع وفاقصين ياسر من المزاليط. جاي عندي واحد النهار داخل عندي الخاص يقول لي وبصحتك السبوع كون ما انا والله لديتيهم. يقلع جد الراسه تاع بي امك اش عندك ما تعطي اصلا. وقال لي تجبروا يهضر قدام عرفت تجدبوا الكلب تجبروا غير خضار ولا عساس ولا ما نعرف جدو قال لي تجبروا يهضر على الدعم. يدخل خدام ب 3000 درهم ولا مدخل 1500 اورو جاي فار علي انا مخي. كثرتو ولكن هذا ود القندوحه هذا ود الكلب هذا كنت دائما نلود عليه. انا غايب على التيك توك عباد الله شهر ماني داخل التيك توك في رمضان شهر اقول 40 يوم ماني داخل التيك توك وتجبر في لايفات الراي المغربي كوين اقسم بالله تقول انا مزوج باختو اختو تصرف عليا. وقلت له شوف انا والله العظيم قلت له يا ودي هذا التبرهيش هذا التبرهيش وقفك منه انت اش مدي لك انايا واش انا معرس بختك اش مدي لك انا اش مدي لك والو. ولكن هذا نقول لكم الاخوه الكرام ونبغي ننبه الاخوه المغاربه على انكم خارجين وحدين ما عمرك تجبرهم يهضروا في شي لايف على موضوع ولا على شي قضيه مثلا طارحين موضوع القبائل تجبروا يعطي مداخله بحاله بحال الناس وينزل ابدا. كتلقاهم لما يكونوا الصداعات يكونوا مطايفات يكونوا مضاربات يكون السبان تجبروا هو الاول طالع تجبروا هو الاول طالع ويبدا يشير. يعني هادو معروفين هادو ردوا لهم البال. انا نوصيكم الاخوان ردوا لهم البال هادو ردوا لهم البال. هذا الكلب هذا محمد امين واحد منهم. ما تجبروا يناقش موضوع ولا تجبروا يفيد الناس بشي معلومه تجبروا طيابه ديال الحمام دار فلان دارت فلانه وفلان وفلانه. هذاك انا هذاك طاحني نغال جماجي جماجي داير جاب لي من الفقصه. والمشكله مشكله انا شاك فيها على المعلومات اللي عندي على انه من دوك اللي دخلوا مع الاساتذه المتعاقدين على انه استاذ وداخل ادب بالله عليكم اذا كان هذا استاذ فسلام علينا. ولكن انا مازال نلود عليه وغنجبرو غنجبرو باش نقادو الامور على نصابها. جاي داخل لي بفيك نايم شوف ود الكلب داخل بفيك نايم وكيسولني انا شكون. ديديكاس للعساسه وديديكاس للخضاره وديديكاس يمكن ماشي كنعايركم ولكن انا عارف شكون كنقصد الاخوه الكرام فانا اعتذر منكم جميعا. ديديكاس وتحيه لهم.
عودة للموضوع، خلونا نسمع شويه، نطلع لكم بغيت شحفت شويه. شيخ البدو حق الله، طلع طلع صفك شويه شيخ البدو، بارطاجونا الشيخ البدو، بارطاجونا الشيخ البدو. تحياتي لاخ حماده مشكور اخي الكريم، تحياتي وتحياتي للشعب المصري الشقيق والاخوان كاملين، وتحياتنا قميص نهضه بركان والحقره. شيخ البدو راك معانا حق الله، بارطاجونا الشيخ البدو. بغيتي تتكلم واحد شويه بيا انا، شحفت نقيسو الثلاجه ما اوكي اقرا هذا اوكي منين شي. يلا كان معانا عوده نرجع، معليش خلينا نرجع. تحياتي السي ابو عبد الرحمن، تحياتي استاذ، واخيرت واخيرت والله الا واخيرت. شوف انا والله خالق الناس نختلف معاهم، ولكن انا يعجبوني بناس محترمين، والله يعجبوني ذاك الاحترام اللي فيهم. مرحبا مرحبا، نطلعوا لاخواني قبضوا كريمه. كتب شي تعليق منين هو شيخ البدو؟ مرحبا شيخ البدو، واش مالي فاتح القيس؟ انا مالي فاتح القيس. بلاتي بلاتي يقرا ابوكم من الباقي، ما فهمتها كاع هكذا. طلع طلع والله والله راني دراك في القيس مفتوح. سيبهم مزيان دابا والله. مرحبا مرحبا. انا شريت التوني ديال القبائل. الله الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة. وشريت العالم ديال القبائل، وقفت معهم اليوم في الوقفة اللي داروا امام الامم المتحدة في جنيف، دوزت معهم العشية كاملة اليوم. تقول احنا ما متحدينش مع الله. لا تبارك الله عليك، صح صح، هذه اللي بغات الوقت. شيخ البدو طلب قيس، طلب قيس. اوكي دير اخويا الراعي المغربي، صافا عليك كل شيء بخير. والله لا الله يطول لي عمرك اخي سي خالي، تحياتي اخويا العزيز. كي داير انت؟ بخير هانيه، كل شيء مزيان الامور الحمد لله. احنا مع الوقت ومع العمل. هي كنت معاهم اليوم في الوقفه وما نقلتش الامور لايف. نور نقلنا اللايف، ركنا ناقلين عند الاخت نوره الفاسيه. ما الله احنا على المباشر تما، وصلت من هذاك وسمعنا الخطاب وسمعنا كل شيء سمعناه، وفقسنا العديان والكراغلا جالسين بعدين وكيصوروا فينا. العشق تبارك الله والله. لا تبارك الله عليكم. لا لا شوف دريك، هذا موضوع الاخوه الكرام حماده مايك، الاخوه الكرام هذا موضوع ديال القبائل لازم على انكم لازم نار. خلينا نديروا هذه الصور لانه هو موضوع الساعه، ولازم يتم الحديث على هذا الموضوع بشكل كبير، خصوصا وانه نحن كما كتعرفوا ديك الدريعه اللي كيعطونا السي خليل، على انه نحن اخوه وخاطينا في البوليتيك، ولكن نحن ندعم الشعب البوزبالي في تقرير مصيره. احنا وكذلك نحن اخوه وخاطينا في البوليتيك، وندعم الشعب القبائلي الحر الاصيل في تقرير مصيره. هذا هو اللي كاين، شيء ثاني ما عندنا. حميد فاس تحياتي، مرحبا يا اخي حماده تفضل. حبيبي حبيبي يا لهوي على العسل، ده انت وحشني يا لهوي. ايه ده، ايه القمر اللي نور معانا ده؟ تحياتي يا اخي حماده، لاباس الله يطول لي عمرك، كي داير انت؟ بخير والله العظيم، ثلاثه لاباس والحمد لله، وانت وحشني كتير 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 كتير. نهضة بركان رجالتنا اللي خدوا حقوقنا، اللي اسود، اللي ما تنزلوش، واللي عمرهم ما يتنازلوا ابدا. بحيي نادي نهضة بركان، انا اهلاوي رجاوي ولكن صرت نهضاوي. صرت ايه يا رأي؟ صرت نهضاوي. احيي هذا النادي الكبير بهذا باللي عملوه والله العظيم. حياتي ليهم والله فعلا، حياتي ليهم بجد. وتحيا القبائل وتعيش القبائل، جمهورية القبائل حرة مستقلة. سمعني كويس؟ تحياتي أخي حمادة. صوتك واضح أخي حمادة، تحياتي وشكرا جزيلا لك أخي، وتحياتنا من ومن إليك أيضا إلى الشعب المصري الشقيق. موفقين إن شاء الله بإذن الله.
كل الشكر والتقدير. طبعا الشعب القبائلي لابد من مناصرته، الحديث عن قضيته وسعيه لايصالها الى الشعوب العربيه، لازم انها تعرف هذه القضيه وتعرف هذا الشعب وما يتعرض له من اضطهاد واحتلال وايضا مضايقات واعتقالات واصدار لاحكام يعني بالاعدام والاتهامات بالارهاب في لاخواننا ومناضلي حركه الماك القبائلية. واليوم تم الإعلان عن تأسيس أو إعلان عن قيام جمهورية القبائلية الأمازيغية في مدينة نيويورك، كبرى عاصمة الولايات المتحدة، كبرى حواضر الولايات المتحدة الأمريكية وبالضبط من أمام مقر الأمم المتحدة. فبالتالي هذا هو موضوع الساعة، نمشي فيه، نحاول الإخوة المغاربة نخدموا حساباتنا، نحطوا مواضيع، نحطوا فيديوهات، نحطوا منشورات، وأيضا نوركوا على هذا الأمر في إطار إذا تلاقيتوا مع فيديوهات كتحدث على نضال الشعب القبائلي أنكم تبارطاجيوا. إن شاء الله بإذن الله أنا أعمل حاليا على التنسيق مع المتحدث الرسمي باسم الجمهورية القبائلية السي أكسيل بالعباس لأن يكون معنا وليعطي آخر تطورات هذه القضية للمتابع المغربي والعربي أيضا. إن شاء الله في القريب العاجل غنأسس مع واحد اللايف غيكونوا فيه أسئلة قوية، نعرفوا آخر المعطيات المعلومات وما إلى ذلك. فأتمنى أنكم تكونوا حاضرين ونحاول نسوقوا له بالشكل المطلوب ونعطيه الدعم اللامشروط للإخوة في القبائل. وبالمناسبة الإخوة أكسيل بالعباس وغيره أيضا من مناضلي حركة الماك نشروا تغريدات لدعم ومساندة فريق نهضة بركان اللي تم النشر ديالهم نشرة على مستوى منصة إكس. تحياتي سي الأخ حمادة، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. عايز طلب بس بسيط، هل يجوز مشاركتنا في هذا الموضوع الكبير كمصريين كعرب كدول شمال أفريقيا؟ هل يجوز؟ ان شاء الله باذن الله، وغادي يكون بحال لقاء صحفي، غنحاول نكون موجد لي اسئله كبيره ومن بعد نقدر نطلع الاخوان ونطلعك ايضا نطرح عليه تساؤل، مثلا هل يعني هل لكم علاقات مع الجمهوريه المصريه، هل لكم زيارات الى مصر، هل كذا، ومن هذا المنطلق ان شاء الله باذن الله. الله يبارك لك واكون شاكر لك فعلا لان احنا عاوزين فعلا نشارك في هذا الموضوع، وبجد تحياتنا ليهم وان شاء الله ينجحوا باذن الله وربنا يثبتهم ان شاء الله على ارض الواقع باذن الله. تحياتي ليك وكنت وحشني. شكرا جزيلا اخي حماد. حبيب. تحياتي الاخ حميد فارس، اهلا وسهلا اخويا الراي المغربي. الراي المغربي توحشناك، فين مشيت يا صاحبي؟ الله يطول لي عمرك اخويا، قاعدوا فينا خير الراي المغربي في هذا الغوايب، توحشناك اصاحبي. لا جات غير مع رمضان اخويا. شوف انا بصراحه حتى انا كنوصي بها جميع الاخوان، رمضان الاخوان ماشي ديال التيك توك، والله العظيم رمضان انسان يحاول يبعد على التيك توك باش حتى يصلح صيامه وقيامه. انا كنصيحه اخوي، تفضل خويا حمد. هادو ما كيعرفوا، لا رمضان لا والو، هاد القاطع هادو، هاد العبيد الاشخاص هادو عبيد الاشخاص. شبعوا نميمه في هاد رمضان، شبعوا نميمه، لا صيام ولا قيام، عدوا غير النميمه بصخيط. ايوا اخويا اشتغل العبيد. شوف كيقول لك شوف، وما من قول يلفظ الا عليه رقيب عتيد. شوف انا داك الشيء كاع والله ما كي حقيقه في هاد المسائل لا يهمني بقدر ما انه بنادم راه شك عند راسه غير كيدوي، ولكن داك الشيء راه كله موثق وموجود وغدا غادي يلقاه. وراكم عارفين في رمضان راه الانسان خصو يكون قابض لسانه، الانسان اذا صام راه ماشي صوم المعده، صوم اللسان والجسد والبصر وكل شيء خصو يكون صايم. وشي وحدين راه ماشي وحدين راه ما صاموش، كانوا جيعانين من صيام الجوع. صح، ما يفض من القول الا لي رقيب عتيد. تفضل خويا حميد، تفضل. داك الفيديو تاع الخوت اللي كتشوفوا تبارك الله ضاربين 100K 150K 200K، هو ديال هذا ديال الراي المغربي هذا اللي كيتكلم دابا، اللي كان مونطين في الفيديوهات الصحراء المغربيه، هو هذا الشخص هذا اللي كتسمعوه دابا، الراي المغربي مغربي صحراوي صحراوي مغربي، كيبغي وطنه، كيحط غير امر الواقع، كيحط الحقيقه، وكيبين الاشخاص المرتزقه المستوطنين عبيد الاشخاص. راه كاينين اللي كيعبد الله هما المغاربه الاحرار، وكيتيقوا بلادهم وكيتسمتوا المغاربه الاحرار وكيموتوا على الوطن. وهاد خروطو مروكو اللي كيقولوا هما مغاربه عبيد الاشخاص، هاد الناس هادو كاملين راه ما كيهضروش باسم المغرب، كيهضروا باسم النظام العسكر، مرتزقه مستوطنين. الراي المغربي مغربي صحراوي. تحيات الفيديو ديالي اللي كتسمعوا الاخ حميد. وخيرت الاخ حميد وشكرا بزاف على الفيديو اللي مونتاج اللي كدير على مستوى سميتو الحسابات ديالك، تحياتي. وفعلا كاينين فيديوهات ضربوا ترند، انا واحد من الفيديوهات ما كنت كاع عارف واش كاين حتى
جبرت الوالده ديالي تسمع له، قالت لي ياك لعبوك اللي تعدل شنو. والله العظيم على اي صحه المغرب اسمع واسمح لي نكمل لك هذه النقطه. لا اصبر لا اصبر نكمل لك نقطه باش نفصلوا هذه المساله. لا يوجد شخص على مستوى التيك توك او غير التيك توك يتحدث باسم المغرب او باسم المغاربه نهائيا. هذا النقطة لازم نكونوا كاملين مآمنين بها ومصادقين بها. ما كاينش اللي كيهضر باسمنا. الناس هنا في التيك توك تعبر عن مشاعرها الوطنية، عن قناعاتها بتوابتها الوطنية، عن إيمانها بعدالتها وبقضيتها فقط لا غير. أما يقول لك حد راني نتكلم باسم كذا وكذا، ما كاينش اللي كيتكلم. عندنا حكومة عندها الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعندنا الديوان الملكي هو الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، وعندنا جلالة الملك هو لسان المغاربة. فبالتالي هذه الثلاث امور خاصنا حنا نكون مغاربه نكون متفقين فيهم وما باقيش نجادلوا فيهم. وما يمكنش نعطي انا كمغربي لاي شخص من غير هذه الثلاثه انه يتكلم باسمي. الا تحدث رئيس الحكومه فبالتالي هو يتحدث بحكم انه حكومه منتخبه والديمقراطيه تفرض على اني أنا نعطيها مصداقيه نتحدث باسم المغاربه. وعندي ديوان ملكي يصدر بلاغات الخاصه بالقصر الملكي، وعندي جلالة الملك يتحدث بلسان المغاربة في القضايا الدولية وفي القضايا الداخلية. وبخصوص وزارة الخارجية عندنا السيد ناصر بوريطة المتحدث باسمنا على مستوى الخارجية. وفي المنظمات الدولية عندنا السي عمر هلال في الأمم المتحدة، وعندنا السي أيضا مش عارف الاسم ديالو عمر زنايبر على ما اعتقد عمر زنايبر في مجلس حقوق الانسان وغيرها من المنظمات. فبالتالي الاخوان ما تعطيوش شي صفه لاي تيك توك كيف ما كان ولاي قناه على مستوى اليوتيوب او فيسبوك او وين كان. هنا الاخوان المغاربه يعبرون عن توابتهم الوطنيه وتشبتهم بقضاياهم وترافعهم عن خيارات الدولة المغربية وفق استراتيجية المملكة اللي هي الدبلوماسية المغربية. باش هذا الجدال هذا ما يبقاش الإخوة الكرام. فنتمنى أن تكون الفكرة ترسخات وتوضحات. تفضل. عندك واحد الفيديو خويا باش يسمعوه المغاربة وتبارك الله عليه، وهذا كيشرف الصحراوي المغاربة، وهذا هما اللي كنعتزوا بهم في أقاليم الجنوبية. ما شي واحد يكذب عليكم ويقول لكم راه في الصحراء المغربية يقول لكم الصحراء وما مرتاحين، الصحراء ومرتاحين خدامين على راسهم الله يعمرها سلعه، ها هما كيطلعوا معانا مغاربه. وممكن نعطيكم واحد المقطع سمعوا. يا اولاد الصحراويات ويا المحتجزين في مخيمات الاحتجاز في تندوف، اللي نعرف عنكم مجبرين وتطبلوا القياده مخينزو عبيد النظام العسكري في الجزائر، ونعرف على انه خرجياتكم وكلامكم ما انكم قايلينو الا لانه خوفكم من بطش قياده مخينزو الحراطين هذو اللي محطوطين على رؤوسكم. غويلي هذا اللي مقدمكم شور الهلاك والموت، ويقدم في اولاد الصحراويات اولاد الصحراويين، ويقدم في الرعاع اللي معاه. لكن قيادة مخينزو عبيد النظام العسكري في الجزائر، ونعرف على انه خرجياتكم وكلامكم ما انكم قايلينو الا لانه خوفكم من بطش قيادة مخينزو الحراطين هذو اللي محطوطين على رؤوسكم. غويلي. لا لا حمدي، لا لا حميد عفوا، لا حبيبي هذا الفيديو كاين على مستوى حسابك. نتمنى الاخوان يدخلوا له يبارطاجوه يتفرجوا فيه وحطوا شي كومونتير زوين. الحساب ديالي راه كاين حتى في اليوتيوب، عندك غير دير لي معارضه في القناه ديال اليوتيوب في الشركه ديال اليوتيوب اخويا تديكلاري به. لا ودي شوف انا شوف لا شوف بالنسبه لهذا الموضوع الاخوان الكرام، انا بخصوص حقوق النشر والطبع وكذا، بالعكس انا والله نشجع اخوتي المغاربه يديروا قنوات ويخدموا مونتاج زوين ويخدموا فيديوهات عناوين زوينه والله يسهل لهم. وانا ما اصلا ما عنديش قناه على مستوى اليوتيوب وماني قاعد نفكر فيها ولا همتني، بالعكس انا كنفرح ملي كنجبر الاخوان يعني حاطين دي فيديو انه الماده الاعلاميه اللي تصنع رغم وجود بعض الاخطاء فيها، ولكن عادي احنا بشر وكنخطو، الا انه يعني تبقى محفوظه ويقد يسمع لها الناس يعني على مدى سنوات طوال. فمشكور اخي حميد فاس، شكرا جزيلا لك، تحياتي. دعونا نشكر الله، الله يطول لي عمرك. نعتذر الاخوان باش لانه ما نقد نعمر القسط، لانه دائما نعمر القسط يطيح لي اللايف. تفضل الاخ دعولي
لا لا دعه لي اه دعه له دعه لي الله يعطيك سوى اسمك لا اعرف عربي وليد عمي خبطني الكومنتات دفني لك والله احنا مرحبا شيخ البلوي هذه جديده هذه سميه خطيره دعه لي تعرف شنو هي دعه لي خليه لي فين يطلع شي واحد في صحتك خليه لي انا ما اعرف شنو ادل له والله 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 الا بيان الحمد لله بخير هاني الحال يا ربي رانا حامدينك وخير صراحه صراحه ما شاء الله فرحتك والله اللي خير الحمد لله ما شاء الله يا ربي رانا حامدينك انت صراحه طرحت ياسر من النقط هنا تي المهمه وشبحتني خلطت السلوك ما تعرف راك من وليه نبدا غير بعد لهنا نبدا اولا من التضامن مع فريقنا هذا تبركان وذاك اللي عدلوا يا مس ذاك 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 التعنت صراحة الحق وذيك الوقفة اللي وقفوا وقفة الرجالة تسع سوايع وهم محصورين في المطار ذيك وقفة الرجالة وفرضوا على انهم مغاربة احرار. النقطة الثانية ضامن مع الشعب القبائلي الحر رانا مضامنين معاه جملة وتفصيلا. والنقطة الأهم هي اللي كنت تقول قبيل عند سعيدة برنوس مشي للثلاجة مشي اشرب مع راسك بر ضرك مع راسك قضيتات والله لا شوف رانك انت وخالي رانك انت وخالي لا تكلموا انا معكم اتاي الدحميس قبيل شاد اخبار اتاي الدحميس وانا نكتب لك في التعليقات قبيل الدحميس هذا راني لين نسمعها لكم شيت زغريت عليها مرحبا برابوت عمبوتي خوت ليلى عمبوتي خوت ليلى عمبوتي خوت ليلى ميني تسويي ميني تسويي عمبوتي خوت ليلى عمبوتي خوت ليلى ميني تسويي ميني تسويي كيف الليلة ميني ليلى عمبوتي ليلى الله يلحق سيكونت ميدا للتذكير هذه الأغنية راي على اليوتيوب الفنانة الموريتانية حورية مثل ميداح في مهرجان في تونس وصراحة لقات إقبال جماهيري كبير. طيب لين نرجعوا صدرك للكلام نهضة بركان صراحة نهضة بركان يامس قام بلا بشيء لم تقم به لا الدبلوماسية ولا الحروب ولا الجيوش ولا الدرونات ولا والو. الجزائر كانت معرية من الفوق نهضة بركان يامس عروها من تحت كملت الباهية سالت الحفلة تحياتي القجاع وتحياتي البراكنة من هنا من الصحراء مولي من المحيط الأطلسي عجبتوني والله اللي عجبتوني فيهم بردتوا لي خلاق صفيتوا لي القلب فيهم مزيان. ثانيا الإخوة الأمازيغ تحية لكم رنا معاكم قلبا وقالبا. ثالثا
على ما اظن يكون برابوت ادرى مني لاني انا تصفحت التقرير نصف سنوي اللي قدمه ديمستورا البارح لمجلس الامن وكان فيه شويه ديال الجذب والاخذ والرد من بنود التقرير النصف سنوي الذي فرضته او فرضه تقرير لجنه المينورسو اللي دارت التحقيق في الهجمات اللي تعرضت لها مدينه السماره ومشى ضحايا مشى ضحيه لها واحد من الشباب المغربي للاسف الله يرحمه انه يمنع منعا باتا اي عمل عدواني في الاقاليم الجنوبيه في الصحراء ممنوع اي عمل عدواني من هنا لا يستشفوا على انه شين قال له التسربات او خرق محاوله خرق الجدار العازل هما ما يلحقوه ما بقاتش غادي تكون. ثالثا من هنا كتاكدوا على ان الرساله او التقرير يامس كان صادم للجزائر والبوليزاريو لانه ابراهيم غالي كيف قال الاخ الراي المغربي نتائج زيارته للجزائر ماشي قضية النتيجة، نتفق معك في النتيجة، ولكن الهدف على أنهم كانوا غادي يحتفلوا بالتقرير من الجزائر العاصمة، ولكن للأسف التقرير جاهم صادم البارح. إلى حد الساعة لا تعليق من 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 الجزائر ولا تعليق من القيادة جبهة البوليزاريو. كل شيء ضرب الطم، كل شيء مصها لقلبه وكل شيء سكت، وحنا بغيناكم تبقوا بحال هكاك ساكتين. ثالثا بالنسبة لهذاك اللي كان داير قبيل الرأي المغربي صورته حميدي، شفت الرأي المغربي كيف يعرف برابوت هذا؟ وأقسم لك بالله لا عندنا الملفات ديالهم كاملين، ملفات يندى لها الجبين. أما كاع المريض راضي الليلي، هذاك مريض هذاك راه ما بقى له والو، بقاو له جوج شرطات في الباتري حسب له إلى الحق 2025 ما تقولوها لحد. ومن هنا نقول لكم راه غتكون النهاية ديالو تراجيدية مأساوية، وهو اللي غادي يقرر نهايته بيدو. راه هو اللي لا يقرر نهايته بيدو. حمدي هذاك اللي كان دار لكم قبل الاخ الراي المغربي صورته لابس ستريه في اوروبا، هو من هنا انا عندي معلومات صراحه اكيده والليله اللي نقولها هما اللي خاصه في منصه الراي المغربي، هو ما هو صحراوي، هو والدته موريتانيا من اطار وانطلقت الجبل البوليزاريو على ما اظن 76 او 77 كانت حامله به. بوه ما هو معروف، انا راه كتبت لكم قبيل نتحداه يجيب لي عقد الزواج ديال مو باه، نتحداه وراني مولي قايلها له نتحداه، راه يعرف برابوت الكاين، نتحداه يجيب لي اكت مارياج ديال بوه امه، نتحداه وابوه ما يعرفه. كانت امه من العريفات في المخيم، العريفات مصطلح العريفات اللي كيكونوا في المخيم، هماتي اكبر برقاقات في المخيم، وهماتي دابا اللي كنشوفوهم في الجمعيات في اوروبا، الإخوة اللي في فرنسا وفي اسبانيا من الجالية المغربية راه كيشوفوا أكثر حركات الجمعيات الجمعيات البوليزاريو كيكونوا كيأطروها النساء. هذوك العارفات اللي كتشوفوا في أوروبا نعطات لهم الباسبورات والفيزا كهدية نهاية الخدمة في المخيمات، كانوا هما تي البرقاقات كيباتوا من خيمة لخيمة من براكة لبراكة طالصات الوذنين، اللي قال كلمة كيهزوها. أمه والدته كانت عارفة ودبرت له على الباسبور ومشى أول خرجة مشى لإسبانيا وكان اشتغل مع واحدين في فرنسا احنا نعرفوهم في إسبانيا، واحدين من المساندين الرسميين اللي كيجمعوا التبرعات وكان كيخدم معاهم في إطار التبرعات وجمع التبرعات ودبر على راسه. واحد شوية ارتخى واحد النوع ديال تزوير الفيزات، كاين قال لهم فيزات المرضى، كيكون بنادم بغى يمشي لاوروبا من المخيمات وكيجيب فيش ميديكال على انه مريض وعلى انه علاجه غير في الدول الاوروبيه في اسبانيا ولا في فرنسا وكيقدوا له يرتبوا له الاجراءات وكتجيه الفيزا وكيخرج بها. حمدي كان كيسمصر في الفيزات من 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 النرويج، كيسمصر في الفيزات ب 6000 7000 اورو، كان اكبر سمسار للفيزات، ولحد الساعه راه ما يقدر يدخل المخيم لانه كال الناس في المخيمات دالها رزقها وما يقدرش يدخل المخيم. اذا هذوك انا ما تليت مسميهم، هو كان الذباب اللي كان شائع في وسائل التواصل الاجتماعي هو الذباب الالكتروني، هذوك ولاو بالنسبه لي انا دابا طلقت عليهم اسم جديد، وبالنسبه للعلايات المغربيات اللي عندها شي صنداله قاصحه توجهها، هذوك سميتهم كراتشو، بمصطلحنا عندنا في الصحراء كنقولوا كراتشو، سراق الزيت، هذوك عباره عن صراصير ديال تيك توك،
حمدي الراضي البيضاني، البيضاني كاع هذاك ملف اقباح من ملف حمدي عندي انا. الا جيت نفتح لكم ملف ديالو صراحه انا ما نتجرأش نقول هذاك الكلام، ولكن غادي يوصل الكلام وغادي تفهموه. ملفه كثر ياك سمعت. مبارك مبارك اللي واحد الليله راه كنت طلعت، وانا ما كنتش كنبغي نطلع لهذيك المنصه صراحه، ولكن طلعت مجبر لانه كنت جبرتو داير البوز هو وذاك الموريتاني بالقرون وراه كيعرف برابوت. طلعت وجبرت معاه مبارك في ماتيان وقصفتهم وهبطوا. مبارك اصلا من ولاد الطنطان ومشى حارق مهاجر، حارق في لوكا لاسبانيا. منين لحق اسبانيا التقى مع وحده تزوز بها، دار الوراق ومن ثم طلقها وتزوز دابا بوحدين. قال لها خديجه حمدي راه كتنشط في المانيا، حتى هي عندها جمعيه من ديك الجمعيه اللي كتسمى فتيات الساقيه الحمراء. وفين كتسمعوا هذه الجمعيه ديال فتيات الساقيه الحمراء؟ كلهم راهم عارفات وابناء العارفات. اذا هذيك الفيزا وهذاك الشيء اللي عايشين به في اوروبا راهو الكادو ديال نهايه الخدمه. خدموا في المخيمات في الرابوني، حرقوا عباد الله، تسبوا في حبس عباد الله، تسبوا في القتل، وفي التالي عطاتهم الجزائر وجبهة البوليزاريو الفيزات باش يعيشوا مبرعين في, 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 في أوروبا. ومن هنا راه نبلغكم راه كاين واحد الأوديو دار دابا شي شهرين، وكان عند الأخ علي باريش في اليوتيوب على ما أظن، واحد الأوديو ديال واحدة في المخيمات كتقول عاش المغرب وبغينا ملك المغرب يتدخل يفكنا من ذا الحصار. هذيك المرأة كاين قال لها محمودة من تحميدة، محمودة من تحميدة راهي الآن راه اعتذر الاخوان خارج شي مشكله اللايف تقال، ما تليت كاع نسمع الاخوان اللي كانوا يتكلموا. عاودوا الاخوان طلبوا جيست، الاخوان اللي كانوا معايا طلبوا جيست كبير بارطاجي لعبوهم يا لعبوهم. واش يخربد وغبد يعطي معلوماتهم بدا الدق يا لعبو. الحقهم الصهد كرات شوات، ربي المغربي عاد اسمهم كرات شو. والله الا كرات شو والله طيران. تفضل الشيخ البدو ختم باش نعطوا الاخوان لانه حتى الوقت ادرك يعني. خلي المجال الاخوات نون، خلي المجال انا طولت شوي. تفضل الاخوات. والله مرحبتي مرحبتي ولا وسهلا الاخوات نون شاعرنا العظيم، مرحبا ولا وسهلا الصوت الجميل. تفضل. يسهل الرأي المغربي، مرحبتي بك وسهلا والنبيك، مرحبتي بشيخ البدو. خليهن خليهن شحال هذه ما سمعنا حسو كاع يا غير. راكم عارفين انا اكثر من 5 أشهر غبت عن وسائل التواصل الاجتماعي لظروف جعلتني اغيب حقيقة لبعد ما بتنا نشاهده في هذا العالم الازرق من عادات وأمور حقيقة نحن ننأى بأنفسنا أن نكون يعني في هذا الإطار. والله أحيانا نستحي من أنفسنا ونستحي من بعض الأمور التي تقع في وسائل التواصل الاجتماعي. وهنا أقول لك الرأي المغربي أن هناك من حاول إيقاعي بالعديد من أبناء الصحراء المغربية، ومنهم كانوا يوصلوا لي أخبار يا غيره. ما كانش عندي يعني اش نقول لك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الشيء لا نقول يا غير الناس أصحاب الحسنات يا لا أخوة نون، لا أصحاب الحسنات سبحان الله.
الله على يمك والله الا مرحبا ولا وسهلا وخير الشباب كاملين. انا قاعد اشوف خصوصا اولاد الاقاليم الجنوبيه بحكم انهم يعرفونا ونعرفوهم، وانا نبغي نشجعهم حقيقه يعودوا متواجدين في المنصات بحكم درايتهم الكبيره بالقضيه الوطنيه وايضا دفاعهم المستميت عنها ومعرفتهم ب يعني خطط وطريقه حديث ويعني اسطوانه اتباع تنظيم البوليزاريو. فبالتالي انا دائما نشجع لانه يكونوا هما السد المنيع تجاه البروباغندا تنظيم البوليزاريو. وخير تواجدون، تفضل اخي الكريم ومرحبتي. أخي الكريم، سأقوم بمداخلة فيما يخص ما يقع اليوم من أمور حقيقة لها علاقة بالوسائل التواصل الاجتماعي، وهي حقيقة أمور ينبغي نتمنى أن تتوقف، ونتمنى من كل أعماق يعني قلوبنا أن تتوقف هذه الأعمال التي بالخصوص بعد الهجومات على العديد من الناس ومن بينهم انت الرأي المغربي. كان تهجم عليك، ولكن أعلنت كل التضامن مع كل أبناء المملكة المغربية. أنا أقول نعم للاختلاف، ولكن لا للخلاف. الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية يا إخوان الكرام. فأقول لكم أن الكلام هو أداة قوية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الآخرين وعلى أنفسنا، فكلمتنا لديها القدرة على الإلهام والتحفيز والتوجيه والتحويل، وإنها تعكس شخصيتنا وقيمنا وطريقة تفاعلنا مع العالم من حولنا. ومن الأهمية أخي الرأي المغربي بما كان أن نتذكر أن كلماتنا يجب أن تكون متوافقة مع أفعالنا، والكلمات بمفردها ليست كافية لرفع مستوى سلوكنا. فالتوافق بين أقوالنا وسلوكياتنا هو الذي يعزز مصداقيتنا ونزاهتنا. قد تكون يعني بعض الأمور الحال الاجتماعي هذا أمر حقيقة لا يمكن إلا أن يكون جزءا ظاهرا من هويتنا، لكنها لا تحدد جوهرنا الحقيقي. ما يهم أخي الرأي حقا هو جودة تفاعلاتنا مع الآخرين، اللطف الذي نظهره، التعاطف الذي نبديه، والأصالة التي قد نظهرها تقوم بفيزيولوجيا الحياة على الفكرة التي تقول أن الكلام أو كلماتنا وأفعالنا يجب أن تكون متوافقة مع أعماق أفكارنا ونياتنا. وهذا يعني أخي الرأي المغربي أننا يجب أن نكون واعدين لتأثير كلماتنا على الآخرين، وأن نتحمل مسؤولية التواصل بطريقة محترمة وإيجابية وبناءة ومن خلال تنمية الخطاب الواعي. وهنا يعني أن نقول للرأي المغربي أنه دائما يحاول أن ينأى بنفسه، وأنا أشجع على ذلك. أنا أيضا أنا ما كان سقط في ذلك الصراعات، وذلك الرأي المغربي ينبغي أن يكون كما عهدنا يا إخوان الكرام. ونحن كل يعني العطف، مش العطف، نقول لك كل التضامن مع أي كان كيف ما كان الرأي أو خليهن أو برابوت أو أي كان مواطن مغربي، رغم أننا نحن أبناء المنطقة الجنوبية يعني رانا بين المطرقة والسندان من هؤلاء ولا من أولئك إخوان الكرام. في الختام أخي، هذا الخطاب بإمكانه أن يبني علاقة أكثر قوة، وأن نلهم الآخرين ليكون في أفضل ما عندهم، والمساهمة في خلق واحد البيئة اللي هي إيجابية ومتناغمة. وينبغي أن نتذكر أخي الرأي المغربي أننا دائما هذه الكلمات يمكن أن تكون لها القدرة على تغيير الحياة، واستخدام هذه القوة بطريقة إيجابية وراقية. ولا ننسى أبدا أن كلماتنا أخي الرأي وأفعالنا هي التي تحدد هويتنا والحقيقية أكثر بكثير من مظهرنا أو منزلتنا الاجتماعية. في الأخير أخي الرأي المغربي أحييك وأشد على أيديك، وأتمنى لك كل التوفيق. وخير تودنون، الله يطول عمرك. مشكور أخي الكريم، شكرا جزيلا لك على مداخلتك القيمة. وفعلا حقيقة الأخوة الكرام، أنا أعتقد أنه في التيك توك هذا كاين مقولة اللي نقدر نقولها أنا، لأنه كل واحد بلاكته على ظهره.
واعتقد ان الراي المغربي دائما ما كان ينأى بنفسه عن دخول في صراعات. نختلف مع كثير من الناس وفق يعني ايديولوجيتهم يعني مرجعيتهم السياسيه وما الى ذلك، بحكم انه الانسان يسمى، وكاين مقوله تقول على انه الانسان ابن بيئته، يعني الانسان اللي مر في اطار جماعات معينه وما الى ذلك يقدر يجيك بواحد المرجعيه معينه. نختلف معه، لكن انا دائما ما اقول لاخوان على انه اذا كان معك الحق لا تستخدم اسلوب السب والشتم، لانه هذا الاسلوب يسقط الحق عنك، فبالتالي هذا الحق لا يدافع عنه بالسب والشتم. وهذه ديدننا نحن في الترافع على مستوى او الحديث او يعني التعبير عن ارائنا في القضايا الوطنيه، لانه عندنا الحق، فبالتالي نحاول نكون متسلحين بالمعلومه ومتسلحين بالخطاب القوي اللي يخلي الطرف الاخر هو اللي يسب. واعتقد انه مساله السب اغلبيه المغاربه المتحدثين على مستوى السوشيال ميديا أو المترافعين لا يتبنون هذا الأسلوب إلا في إطار الرد، ولكن بين المغاربة حقيقة يحز الأمر. ودائما ما نحاول أن نوجه الإخوان أن يترفعوا، ولكن في بعض المرات حقيقة الأمر يصل إلى أنه الضرب في الأعراض والضرب في الأمهات وأطفال وما، يعني أمر حقيقة يدعو إلى طرح تساؤلات. على أين أنا أنأى بنفسي عن هذا الأمر؟ كان خسارف مع بزاف ديال الناس، ولكن يظل الاحترام متبادل. هذا من نجبد ليه مو من نجبد ليه اخته من نجبد ليه والدي، ولكن يعني في بعض المرات يعني اخطاء كتوقع، هذا هو اللي كاين. تحياتي السي ودنون، شكرا جزيلا لك اخي الكريم. نعطيه الكلمه للاخ براد بوت، ومن بعد ندوزو عند الاخ علي هنا. نهار كبير هذا ملي شفنا الاخ علي هنا، انا كنت نصحاب على انه مراقب من التيك توك يا غير وخيرت كبير. مرحبا تي، تفضل براد بوت. السلام عليكم ورحمه الله، تحياتي واحترامات لكم جميعا. لآخر الرأي المغربي، والله اشتقنا لك، وهذا غبور كبير يا غير عندك الوزارات بخا ما عرف عنها، وزارة الداخلية والوزارات الخارجية هي اللي جعلتك تغيب عنا يا غير، مرحبا بك وخيرت بك. مرحبا بالإخوان جميعا، مرحبا بشيخ البدو وذنون الأخ يخليه لنا الإمبراطور، وخيرت بالجميع. والله يا أخي الرأي المغربي، بما أنني كنت بغيت نتكلم في الموضوع اللي هو كنت داير عنه حلقة يا غير، بما أن الإخوان ترقوا لبعض المواضيع ومنها آخر لا لا نمشي نشوف الموضوع. أنا حقيقة ما بغيتش نتكلم على هذا الموضوع، شتوني حتى في الرجوع ديالي مباشرة نخرب في إطار غير. أنا شحال هذه ما كنت في مع الرأي المغربي وعلى التضامن ديالي. أنا ما عندك مشكلة، ما عندك مشكلة والله والله، غير باش الناس تسمح من لا لا ما عندك مشكلة. راه ودنو مع ولاد عمو ولاد معادو المغاربة راه ما والله ما كان انا قاع ما نفنكروا اللي حنا اللي تخطي البارح ما نتكلموا عنه، ما عندنا مشكله. ذاك الا من شام الصغار يا غير. الراي المغربي بعد موضوعك هو سابق تكلمت عن ما هو يقع حاليا في دوله الجزائر القوه العظمى وما وصلت له سياستهم والحماقات. اضريك انا من هذا المنبر يا الراي المغربي، واتمنى إن كان كذلك صوتك يصل، فإن كانت لهم نقطة شآمة ونقطة النيف هذا وظالمة ومظلومة، فعليهم بمقاطعة الكاف مباشرة، بما أنها اعترفت بهذا فهم يدافعون عن حق كاذب، فما عليهم. وأتمنى من الله أن يكونوا على قدر كلمتهم ويسحبوا كل ملفات كرة القدم من الاتحاد الإفريقي والفيفا إن كانت فيهم نقطة دم رجولة. أما عن ملف جمهورية القبائل يا الأخ الرأي المغربي، فهو حق مشروع لشعب دام منذ سنين وهو يحارب من أجل حقه المشروع في الاعتراف بلغته أولا، وكأنه شعب مسلوب والأرض تعود له قبل فرنسا وقبل مجيء هذه الدويلة التي تعتبر نفسها كأنها قوة عظمى. أخي الرأي المغربي، أنا أولا طلعت عندك لن سلم عليك وتسول عنك وعن الإخوان، وأعلم وعندي جد المعرفة بأن هناك ناس تانية ستستغل الفرصة باش تطلع تتكلم في الموضوع، وطلعت باش نقول للإخوان لا يغيروا ذاك، يبقى بيناتنا كيف اللي قال شيخ البدو، العارفات ورثوا ورتو من بياتهم ورتو من الصورتية، هذا موضوع ثاني إلى نهار ثاني يا أخي. وإني بكم جميعا واحترامي لكم واحترام لك خويا الرأي المغربي، وبحكم عندي التزام شوي
نسمح نخلي المكان لحد ثاني يتكلم. وخيرت برات بوت، مشكور اخي الكريم وتحياتي لك، نتمنى ان شاء الله تكون دائما بخير وعلى خير. وسلم لي على الاخ احمد اللي نشوفك معاه في لايفات، خصوصا لايفات هذاك المفروح ديال يوسف. فتحياتي لك ومشكور اخي. الاتجاه هو الاتجاه الغير المعاكس. والله غير قول له، شوف قول له ما يتم وضع لهذيك الشرويطه ديال الجبهه فما، قول له حط قول له حط رايه ثانيه ولا يغير ديك الصورة. على أي خالق تساؤل طرح واحد الأخ على مستوى التعليق لإخوة الكرام، قال أن المواطن يتساءل هل من مصلحة المملكة، حتى نتأكد من السؤال دقيقة. السؤال يقول هل في مصلحة المملكة المغربية تقسيم الجزائر إلى دويلات أو دعم هذه الدويلات؟ حقيقة وحتى أكون معكم منصفا، المملكة المغربية في سياستها الخارجية لا تدعم التنظيمات الانفصالية، لا تدعم التنظيمات الانفصالية على مستوى الخارجية المغربية وعلى المستوى يعني الدبلوماسي المغربي. ولكن أعتقد أن الحادثة التي وقعت على مستوى مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة إن صح التعبير، والتي يعني استغلها النظام في الجزائر بل وأخاف بها الشعب الجزائري، حينما قام ممثل المملكة السيد عمر هلال بالحديث عن أو في إطار رده، لأنه كانت مداخلة أولى لممثل الجزائر، تحدث عن تقرير المصير لما سماه البويزاريو وذلك الأسطوانة، ورد عليه ممثل المملكة أن قال له إن كنتم فعلا تؤمنون بمبدأ تقرير المصير فالأجدر أن يعطى هذا المبدأ إلى الشعب القبائلي الذي يطالب بتقرير المصير والاستقلال عن الجزائر. فبالتالي من خلال هذا المنطلق ومن خلال هذه الحادثة اللي كان فيها ممثل المملكة واللي عنده كامل المصداقية واخذ كامل الصلاحيات من الدولة المغربية باش أنه يقول هذا الكلام، فهذا الأمر أيضا نقوله نحن كفئات شعبية ومواطنين، فأننا ندعم الشعب القبائلي في تقرير مصيره، وأنه إن كانت الجزائر فعلا تؤمن بتقرير المصير فالأجدر أن يمنح هذا التقرير المصير أو هذا الحق للشعب القبائلي واللي عندهم حركة يعني تطالب بالانفصال ألا وهي الماك، وعندهم الآن تم إعلان قيام الجمهورية القبائلية واللي من حقها أنه يكون عندها تقرير المصير من هذا المنطلق. لكن هل من مصلحة الدولة المغربية أو ليس من مصلحة الدولة المغربية؟ أعتقد أن السياسة الخارجية المملكة واضحة تماما الوضوح لحدود هذه الساعة لا تدعم التنظيمات الانفصالية أبدا، ولكن قد يقع متغير، لأنه تعلمون السياسة لا شيء فيها دائم وكل شيء يتغير حسب يعني التوترات السياسية الجيوبوليتيك والاقتصاد وما إلى ذلك، ربما يكون هناك توجه من المملكة المغربية لدعم حركة الماك وإعلان الاعتراف بالجمهورية القبائل الأمازيغية في إطار الرد بالمثل على النظام في الجزائر وفي إطار تطبيق المثل القائل طباخ السم يتذوق السم. تحياتي، نعطيك كلمة الأخ مداخلة أخيرة الأخ خليهن وبعد نستودعكم في أمان الله. تفضل أخ خليهن ومرحبتي وأهلا وسهلا أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لك الأخ الرأي المغربي، تحية الأخ واتنون، الأخ الشيخ البدو، الأخ برابوت، الإخوة المستمعين الكرام. وأنا صراحة لظروف كنت نغيب ومرة نحضر وتم إيقاف الحساب اللي هو هذا الرأي السيد مدو، كنت خدام حساب ثاني بنفس الاسم بنفس اللوجو تقريبا. أنا عندي مداخلة في نقطتين. النقطة الأولى هو هذه الحركة اللي قامت بها نظام المرادية اللي كانت بالأمس، مع العلم أن اللقاء ديال نهضة بركان لا يكون نهار الحد، ولكن توقيت بالضبط هذه الحركه. الا قديت الاخ خليهن ترفع الصوت شويه، الاخوان رفعوا الصوت من الهواتف ديالكم باش يقدر يوصلكم. تفضل خليهن. بيان تكلم من 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 من, من, من الكيت هذاك على صدرك مرفوع شويه الصوت مسموع. انا بالنسبه لي مسموع بي، رفعت الصوت من عندي، فالاخوان رفعوا الصوت من الهواتف ديالكم باش يقدر يوصلكم. تفضل اخ خليهن. هو هذا الحركه خاصنا نشوف التوقيت بالضبط. التوقيت جات بعد الإعلان ديال فرحة تمني منذ مدة عن تاريخ إعلان قيام الدولة وليس الانفصال، لأن هناك تعريف القانوني للانفصال وقيام الدولة فرق شاسع بين الانفصال والاستقلال.
فرق شاسع بينهم حتى بالنسبة للمشرع وبالنسبة للقانون الدولي. هنا هذا الفترة بالضبط رغم أن مع العلم أن القانون ديال الفيفا لكرة القدم في المادة الرابعة كيقول بأنه يمنع بالنسبة للزي اللي يمكن تلعب به الفرقة يمنع عليها أن يكون حامل شيء لحاجة لتقدر تسبب أذى للاعب الخصم فقط. مع العلم أيضا بأن الفيفا لا تمنع مشاركة الأندية في اللقاءات أو المنتخبات في اللقاءات القارية بألوان اللي هي ألوان العلم الوطني أو حمل علم الوطني أو حتى الخريطة ديال الدولة اللي ينتمون لها لأنها تدخل ضمن ما يسمى ب ب ب ب ب مش عارف الاسم ديالها غير خير الهوية البصرية للدولة التي ينتمي إلى الفريق. وإحنا نشوف العديد من الأندية في مشاركاتهم القارية وحتى المنتخبات إما تجبروا لاعب بالتوني اللي فيه ألوان ديال العلم الوطني ديال الدولة ديالو أو يحمل العلم الوطني ديال الدولة ديالو وتقدر توصل حتى الخريطة لأن كلها داخلة ضمن ما يسمى بالهوية البصرية للدولة الأم اللي كينتمي لهذاك النادي أو ذاك المنتخب. وهذا أمر يعني مباح ومشروع من قرارات يعني من قوانين اللي صادرة عن الفيفا اللي هي المظلة التي تستظل بها جميع التنظيمات الإقليمية كالكاف عندنا احنا في الاتحاد الإفريقي أو حتى الاتحاد الأوروبي والآسيوي الأمريكي إلى غير ذلك. هي فقط محاولة لضر رماد في العيون، محاولة لتوجيه الرأي العام وإلهاؤه عن هذا الحدث الكبير اللي كان مفروض يكون اللي هو كان اليوم، محاولة أيضا لإلهاء القطيع اللي عندهم داخل الجزائر بهذا الحدث العظيم اللي هو إعلان استقلال دولة القبائل، وأيضا محاولة التأثير على المؤثرين المغاربة داخل مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار أننا عندنا قاعدة قوية ومؤثرة. وخير دليل أنك تشوفوا في الدول العربية دائما ما تلجأ أي واحد بغى واحد نوع من الدعم أو الإشهار إلا والحديث في المواضيع اللي كتخص المغرب سواء في كرة القدم أو في المواضيع السياسية إلى غير ذلك بسبب وجود واحد القاعدة قوية ناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي. وهذه الحركة مفروغ منها اللي عرفناها بأنها فقط لإلهاء كما قلت هاد الناس سواء كان اللي عندهم هما ذاك الوصبع اللي عندهم أو أيضا محاولة التأثير على رواد مواقع التواصل الاجتماعي عندنا في المغرب. ورقم شتو التصريح ديال الأخير ديال الفاف مسؤول الفاف عندهم بأن المقابلة بعد اللي انتهت بساعات لهذا الحدث وتم الإعلان عن استقلال دولة القبائل رجع وصرح بأنه اللقاء غادي يتجرى في الموقع في التوقيت ديالو بشكل عادي ويتمنى أنه تكون تصدر الروح الرياضية يعني كأن شيئا لم يحدث. إذا أدى الوظيفة ديالو هذه الحركة اللي قامت بها دولة الجزائر هي أدت الوظيفة ديالها في محاولة إلهاء هذا الشعب الجزائري. الآن غادي نتطرق لقضية القبائل وغادي نشوفوا من ناحية القانونية قضية القبائل وحادي نحاول نطرق لها ونفصل لها. واش تقرير المصير؟ واش انفصال؟ واش استقلال بحقهم كدولة؟ هنا إذا جينا نشوفوا على قضية تقرير المصير وهذا كان ينخلطوا حتى داخل القضية الوطنية يمكن استفدوا منه. تقرير المصير أول ما صدر فيما يخص تقرير المصير مرتبط بنهاية الاستعمار. ما معناه؟ أن وجود كيان دولة سابقة قبل أن يتم استعمارها ووجود أجزاء منها لا زالت مستمرة بعد تحرير بعض الأجزاء أو مطالبة هذه الدولة تطالب بتقرير المصير ديالها في إطار أنها كانت دولة سابقة ويعني ماشي دولة حديثة العهد وأصبح تقرير المصير مرتبط بالاستعمار انطلاقا من القرار ديال 1514 اللي كان سنة 1960 في الدورة كما قلنا 15. لكن المشرع غادي يجي بعد ذاك وغادي يفصل لنا ما معنى تقرير المصير وغادي يعطي بأنه تقرير المصير ولو فيه جوج تقرير المصير الداخلي وتقرير المصير الخارجي. وهنا علاش غادي نشوفوا حتى في القرارات الأممية اللي كتصدر مجلس الأمن على القضية الوطنية وتتكلم على النزاع وتقول تقرير المصير بما لا يتنافى مع مبادئ
ومقاصد الأمم المتحدة. هنا غادي نشوفوا ونرجعوا بأن المشرع في الأمم المتحدة أو القانون الدولي أربط بأن هذا التقرير المصير الداخلي اللي كيشير له الآن بأنه مرتبط أساساً بأن كل وشاف واحد النقطة اللي هي النقطة السادسة من الإعلان ديال 1960 اللي هو إعلان 15-14 اللي دأبة الأمم المتحدة فيه بأنك تعرض بشدة كل محاولة تسعى إلى المس الجزئي والكلي بالوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لدولة ما من الدول، وقالتها في هذه النقطة السادسة كل محاولة تستهدف التقوية الجزئي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. هنا المقصود هو الكيانات والدول القائمة بذاتها قبل حتى استعمارها وبعد حصولها على الاستقلال. لا يجوز، هنا كتبقى تتكلم على تقرير المصير الداخلي كما يحدث هنا في قضيتنا الوطنية وكما يحدث أيضا في إسبانيا بالنسبة للباسك وبالنسبة لإقليم كاتالونيا وكما يحدث في العديد من المناطق لدول قائمة بذاتها. هنا كتمشي مع تقرير المصير الداخلي مع يعني تفرض على هذا تقرير المصير الداخلي بأنه ما يهددش السلامة الإقليمية أو الوحدة الإقليمية أو الوحدة القومية ديال هذا البلد. هذا هنا غادي نرجعوا الإخوة الكرام وغادي نمشيو نشوفوا شنو قال لنا المشرع او قالوا فقهاء القانون الدولي من يبغوا يطرحوا هذه المساله هذه. وغادي نشوفوا بعض الملاحظات اللي طرحها انطونيو كاسيزو، وهذا انطونيو كاسيزو يعتبر من فقهاء القانون الدولي بل ينسب له الفضل في تطوير القانون الجنائي الدولي. هذا من اكبر فقهاء القانون الدولي بل ينسب له الفضل في تطوير القانون الجنائي الدولي. ايش قال؟ قال منذ بروز المبدأ السياسي لتقرير المصير في الساحة الدولية ما فتئت الدول ترفض بإصرار إمكانية منح قوميات، يعني كنتكلموا على قوميات أو جماعات أو أقليات حق الانفصال. هنا كنتكلموا على الانفصال لأنه دولة قائمة بذاتها وقومية لم تكن دولة سابقة. هنا كنتكلموا على اللي كطلب الانفصال، هنا فين كنذكروا الانفصال وليس الاستقلال. قوميات الانفصال عن الإقليم الذي تعيش فيه وظلت لأهمية قصوى للسلامة الإقليمية والحقوق السيادية، بل اعتبرت فصلا للمقال في هذا الموضوع وجاء اختتم في الحديث دياله في الملاحظة اللي قدم إن مجموعة قواعد القانون الدولية المتعلقة بتقرير المصير لا تشمل أي قاعدة تخول للجماعات أو الأقليات الإثنية حق الانفصال بغية تشكيل وحدة دولية مستقلة ومتميزة. هنا كنتكلموا على مثلا إسبانيا ما كانتش كاتالونيا دولة، هنا كنتكلموا في هذه الحالة على الصحراء هنا أقاليم جنوبية بعد استقلالها عن إسبانيا لم تكن دولة، وبالتالي هنا لا يمكن لهذه الأقلية أن تنفصل، لأن الانفصال أن تنفصل لها الحق في تقرير المصير الداخلي على شكل، يعني شنو هو تقرير المصير الداخلي؟ هو المشاركة، هو المركز السياسي، هو المشاركة الفعلية في تسيير الشؤون ديال الداخلية ديال المنطقة. وهذا ما دفع المغرب إلى منح ما يسمى بالجهوية الموسعة، مشاركة أبناء كل منطقة في تسيير شؤونها الداخلية. هنا هذا الطرح وغادي يمشي معه نفس الطرح كراوفورد، وهو أيضا من الفقهاء اللي قال منذ سنة 1945 والمجتمع الدولي يعزف عزوفا شديدا عن قبول الإعلان الانفرادي عن انفصال أجزاء من دول مستقلة إذا كانت حكومات تلك الدول تعارض هذا الانفصال، وفي هذه الحالات يشكل مبدأ السلامة الإقليمية قيدا كبيرا. ومنذ 1945 لم تقبل عضوية الأمم المتحدة في عضوية الأمم المتحدة أي دولة نشأت عن طريق الانفصال الانفرادي ضد الرغبات المعلنة للدولة السلف. وهذا المبدأ هذا وغادي يجي غادي يقول لك أودي ومجمل القول لا يعترف بمبدأ تقرير المصير خارج سياق الاستعمار. خارج سياق الاستعمار، هذا كراوفورد أحد فقهاء القانون الدولي، إيش قال لك؟ لا يعترف بمبدأ تقرير المصير خارج سياق الاستعمار على أنه ينشئ حقوقا انفرادية في انفصال أجزاء من دولة مستقلة، وتبين ممارسة الدول منذ عام 1945 عزوف الدول الشديد عن الاعتراف بالانفصال الانفرادي
خارج سياق الاستعمار، ولم تتغير هذه الممارسة منذ عام 1985 بالرغم من بروز 23 دولة جديدة خلال هذه الفترة، بل على العكس من ذلك ترسخت هذه الممارسة بقوة. إذن هذه الدول، باش نوضح أكثر، هذه الدول اللي كانت دول قائمة بذاتها قبل الاستعمار وتم استعمارها، هنا كاين ما يسمى بتقرير المصير المرتبط بالاستعمار اللي هو تقرير المصير الخارجي. لكن منين كتستقل هذه الدول كيولي ما يسمى بتقرير المصير الداخلي وما ليس لها حق في الانفصال، وهذا على كيتطرح على قضية الوحدة الوطنية وكيتطرح حتى في إسبانيا وغيرها من المناطق التي كانت دول أصلا بالنسبة للقضية الوطنية دولة قائمة بذاتها قبل الاستعمار، وبالتالي لا يحق الأقلية أن تطالب بتقرير المصير مرتبط بالاستعمار اللي هو تقرير المصير الخارجي، بل تقرير المصير الداخلي وهو المشاركة الفعلية في الاستحقاقات الوطنية وتسير شؤون المنطقة. إذا جينا نشوف الجزائر، هل تستطيع أن تستفيد من بند الوقاية أو الاستثناء اللي كان في إعلان مبادئ القانون الدولي اللي هو السلام الإقليمي والوحدة السياسية؟ لا. لماذا؟ لأنها لم تكن دولة قائمة بذاتها إبان الاستعمار الفرنسي، بل على العكس كانت منطقة القبائل في إطار مملكة كوكو دولة قائمة بذاتها، وبالتالي فهنا تم تغيير استعمار باستعمار. ولدينا مثال حي، دولة فلسطينية تم تغيير الاستعمار والانتداب البريطاني باستعمار الكيان. فهل المجتمع الدولي لا يناقش قضية فلسطينية على أساس أنها استعمار؟ يناقشها على أساس استعمار. والمجتمع الدولي الآن يعين لجنة خاصة بحقوق الشعب الفلسطيني وتناقش في العديد من اللجان على طريقة الاستغلال غير قانوني للثروات الباطنية لفلسطين المحتلة، هكذا داخل الجمعية العامة. إذن هذه مملكة كوكو التي هي قبائل الآن مثلها مثل فلسطين، تم تغيير المستعمر الفرنسي بمستعمر جديد تم إنشاؤه حديثا، وبالتالي لا يستفيد هذا المستعمر من مبدأ الوقاية والاستثناء المنصوص عليه في إعلان مبادئ القانون الدولي في الجلسة 1883 بتاريخ 24 أكتوبر سنة 1970. ما يستفدش منه لأنه لم يكن دولة قائمة بذاتها، وبالتالي ليس له الحق في تقرير المصير الداخلي بل تقرير المصير الخارجي. يمكن يجونا من جهة أخرى يقول لك ودي احنا كنتكلموا على الولاية، نقدروا نتكلموا على ما يسمى بالولاية الحيازة الجارية، وهذه كانت في القانون الدولي بما يسمى بالحيازة الجارية. وهو هذه الحيازة الجارية شني؟ أن الدول الحديثة حديثة الصنع ترث يعني بالحيازة الجارية الحدود الجغرافية اللي كانت للمستعمر، الدولة المستعمرة، كما طرات الآن في فلسطين وطرات حتى في القبائل وطرات أيضا في قضية الصحراء الشرقية وفي قضية الأراضي المقتطعة من مالي وقضية أيضا الأراضي المقتطعة من تونس وليبيا. ولكن حتى في الحيازة الجارية لا تسقط الاتفاقيات السابقة وهي الاتفاقيات عن الحدود، وهذا هو علاش كتنادي به الدولة المغربية في إطار الحدود الحقة. لا يسقط الاتفاقيات السابقة، كل اتفاقيات تسقط بالتقادم إلا اتفاقيات الحدود لا تسقط بالتقادم ولا تسقط بسبب الحيازة الجارية لظهور كيان جديد تم صنعه حديثا، لا تسقط. وهذا هو اللي يخلي النظام عندنا احنا دائما ما يقول ويصرح بالحدود الحقة لوجود معاهدات واتفاقيات سابقة سواء مع المستعمر العثماني أو مع حتى المستعمر الفرنسي، بالعودة إلى اتفاقية لالا مغنية 1845 أو البروتوكول 1 أو البروتوكول 2 1901 1902. إذن حتى من هذه النقطة من حق القبائليين أنهم يطالبوا بحقهم بطبيعة الحال في الاستقلال وليس الانفصال. غادي نشوفوا ونقولوا احنا هب مثلا ان الجزائر كانت دولة
سابقة قبل أن يتم استعمارها. كانت دولة قائمة الأركان قبل أن يتم استعمارها من المستعمر الفرنسي. هنا غادي تحاول الجزائر أنها فقط تمشي مع ما يسمى بتقرير المصير الداخلي وتستفد من البند ديال الوقاية اللي هو البند ديال السلامة الإقليمية اللي كاين في مبادئ القانون الدولي وكاين المنصوص عليه حتى في الديباجة ديال الميثاق الأمم المتحدة. ولكن كيجوا هاد الفقهاء وكيطرحوا علينا مثلا هاد كاسيسي كما قلت لكم هو أنطوني كاسيسي هو من أكبر فقهاء القانون الدولي بل هو اللي يمكن نقولوا أنه هو اللي حط لنا القانون الجنائي وطور القانون الجنائي الدولي. اش كيقول لك؟ قال لك قد تحاول مجموعة عرقية أو دينية الانفصال. هنا فين كيولي الانفصال يعني من حقه وهو شكل من أشكال تقرير المصير الخارجي عندما يتضح لها أن تقرير المصير الداخلي بعيدا تماما عن متناولها. فالاضطهاد البالغ والمستمر وانعدام أي أمل معقول في مواجهة سلمية عوامل قد تضفي طابع المشروعية على الانفصال ومشى معاه في نفس الطح أيضا كراوفور. إذن هنا حتى لو سلمنا جدلا بأن الدولة الجزائرية كانت قائمة في قبل الاستعمار الفرنسي وحدودها هي حدود الآن، فللشعب القبائلي بسبب الاضطهاد والطرد والتهجير والقتل للوصول إلى السلف القبائلي لها الحق في الاستفادة من هذا البند هذا أنها تطالب بالانفصال، ومن حق ما منحقش الدولة الجزائرية أنها تستفد من بند الوقاية والاستثناء اللي هو السلامة الإقليمية ويصبح تقرير المصير فقط هو تقرير المصير داخلي وليس تقرير المصير خارجي. وأنا رجعت لكم حتى الحيازة نقدر نرجع لكم الحيازة والشرحية إذا طولت عليك. كاين الحيازة حتى الحيازة الجارية ربطها المشرع الدولي بالدستور ديال الدولة، وهذا هو فاش غتكتاوي الدولة الجزائرية بالمادة 32 في الدستور ديالها اللي هو دعم الشعوب في تقرير المصير. اش كيقول؟ كيقول لك اودي ان القانون الواجب التطبيق الذي يحكم تطبيق مبدأ الحيازة الجارية باعتباره القاعدة في تقرير المصير او في تقرير الحدود الإقليمية لكيان لدى نيله الاستقلال هو القانون الدستوري للدولة، وبالتالي الدستور لدى الدولة الجزائرية في مادة 32 ينص على حق شعوب تقرير مصيرها سواء كان تقرير مصير خارجي، وهنا كنتكلم على تقرير مصير خارجي على الاستقلال والانفصال اللي هو علمت عليه الدولة او اعلن عليها السيد فرحات من اليوم من نيويورك. هنا فاش غتكتوي بطبيعة الحال الدولة الجزائرية بهذه المادة اللي كانت مسلطة كالسيف على رقابنا. اسمح لي طولت عليكم تحياتي. شكرا شكرا أستاذ خالي. أنا ما بغيت نقاطعك لأن تبارك الله المداخلة مليئة بالمعلومات والمعطيات اللي تتحدث على ما حدث اليوم واللي هو إعلان قيام الجمهورية الأمازيغية، ولخصت مداخلتك في الأخير بأن الجزائر اكتوت بالبند أو بالميثاق اللي كتحدث عليه اللي هو تقرير المصير، وواجب عليها الآن أن تعطي حق تقرير المصير لهؤلاء الناس اللي ينتمون تاريخيا إلى مملكة كوكو واللي تم إدخال استعمار جديد عليها له وهو استعمار الكبرانات. وأعتقد أن هذه فرصة سانحة للإخوة المغاربة لرد الصعصاعين وأيضا لدعم الحق أي حق الشعب القبائلي في تقرير مصيره، ومهمة الإخوة على مستوى منصات التواصل الاجتماعي الآن فتح هذه المساحات واستقبال الإخوة من الأمازيغ ومن من الشعب القبائلي المنتمين إلى هذه الجمهورية الفتية ويعطاهم أكبر مساحة للحديث والتعبير عن يعني آرائهم والتعريف بقضيتهم. وأيضا على مستوى الفيديوهات أنا أوجه رسالة خاصة للإخوة المغاربة أنه مازالين إحنا ضعاف في صناعة المادة وتوثيقها، وأعتقد أنه يجب على الجميع أنه أن يبحث في الأرشيف
ويجيب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. لا تنسوا أن المملكة المغربية هي اللي رأس الآن مجلس حقوق الإنسان، فبالتالي واجب علينا الآن التعريف بحجم الانتهاكات الحقوقية اللي تعرض لها الشعب القبائلي في منطقة القبائل، نشر هذه الفيديوهات على مستوى السوشيال ميديا، جميع المنصات تكون في هذه الفيديو حطوهم، وأيضا التعريف بقضيتهم والترافع عنها والحديث عنها. عندي فيديو أنا في حساب رقم واحد وصل تقريبا إلى 200 ألف مشاهدة فقط، أني نشرت فيه مظاهرة للإخوة القبيلين على مستوى باريس، وضعت معها النشيد الوطني للجمهورية القبائلية، ووصل إلى 200 ألف مشاهدة، والبقر ديال الكراغلة يتباكون في التعاليق. وبالتالي هذه فرصة على أنكم تمشيوا وتكلموا وتحطوا فيديوهات ومنشورات، لا تستهينوا بالأمر. أنا عندي فيديو آخر حط فيه صورة واحدة للسيد فرحات مهني مع ممثلين من دول الخليج، وصل لحدود ساعة إلى 50,000 مشاهدة ومئات التعاليق، يعني تتباكى على مستوى التعاليق. فبالتالي هذه فرصة على أنكم تمشيوا في هذا الاتجاه هذا وتحطوا المعلومة ونشرها ودعمها. وعندي رسالة أخرى للإخوة الصناع الحرفيين المغاربة، حق الله يا أخوتي الحرفيين المغاربة، أنتم تعرفوا هذا السطو الممنهج، حينما أقول السطو الممنهج أي السطو بطريقة خبيثة مدروسة من طرف النظام في الجزائر للسطو على ما تنتجه أيادي حرفيين وصناع تقليديين مغاربة. وبالتالي أعتقد أن حادثة نهضة بركان اللي في قميصهم قميص الفريق توجد علم المملكة وتوجد خريطة المملكة، هذه الخريطة ما بغاوش خلوها تدخل. إذن الإخوة الكرام من هذا المنطلق لابد على الحرفيين والصناع أنه أصحاب الطواجن أطبعوا هذه الخريطة في الطواجن، أصحاب الخزف أطبعوا هذه الخريطة، الناس اللي تصنع المنسوجات القفاطن جلالب قاعدك اللي موجود قاعد اللي موجود لا دقيقة قاعد اصحاب القفاطن جلالب وذاك الشيء الاخر اطبعوا دي الخريطة في قلبهم وخليه ديك الساعة يا يلبسوا يا يخليه يدخل يا يخليه ما يدخل. واعتقد ان هذه فرصة مهمة واستثمار فيها ونستقيوا منها الدروس، لابد في ما كانت شي بلغة اطبع للخريطة فيها، اي حاجة شفتوهم يتراكوا عليها او يطيحوا عليها وباغين يكرغلوها اطبع لهم الخريطة، خلي ديك الساعة يشريها ولا يخليها. اللي عندك شي طاجين الطواجن طبع له الخريطة في الفوق وطبع له تحت، منين جبرتوا طبعوهم؟ والله لكون مطبوعة سابق دا يا الرأي المغربية الجزائريين بقوا عريانين ماذا لهم حمرين هما ما لم يصح حتى فرق الوطني لبس. لا والله لا، شوف هذيك التيكت اللي تكون في الملابس وتكون يعني في الملابس اللي تعرف بالمنتوج وكذا، هذيك تم طبع له الخريطة تم، حطوا ديك الخريطة تم وخلي ديك الساعة يجي واش غادي يديهم ولا ما غادي يديهم. اي حاجة هذه لابد ان يتم مشيوا بهذه السياسة. ماذا هذه الخريطة ضراتهم؟ مع العلم انه هذه الخريطة تجيب الامراض وتجيب المغص للنعيجات الجبهة. واعتقد انه عندي منشور طرحته وحاط فيه عنوان الخبيط في بقر البوليزاريو، الخبيط في بقر البوليزاريو وحمير الكراغلة يهرنطوا، انتم مالكم؟ اش ضركم؟ يكتم القضية ما تعنيكم ولا عندكم فيها داخل. لا طبعوا البيات مواتهم الخارطة وخلوهم ديك الساعة يتنظروا فيها. وخالق حملة أخرى محطوطة الآن على مستوى تويتر أي منصة إكس أنه الإخوان ناشرين هاشتاقات وما كان غنشر، فبالتالي لا بد أن نستثمروا فيها. وفي نفس الوقت انطلاقا من غد إن شاء الله لا بد على جميع المنصات أنها تمشي في إطار التعريف بقضية الشعب القبائلي، خصوصا مع إعلان فرحات مهني رئيس الجمهورية القبائلية المحتلة من طرف النظام العسكري الحركي الجزائري قيام الجمهورية. وبالتالي لازم على البلاتفورم ديال المغاربة وأيضا صناع المحتوى المغاربة يعطيوا أهمية كبيرة لهذا الموضوع، لا لشيء لا سوى التعريف بحقهم في المطالبة بالنص الدستوري الجزائري ألا وهو تقرير المصير.
ما دام الجزائري يقول بأنه يدعم حق تقرير مصير الشعوب، عندنا شعب أمازيغي مضطهد محتل. هذه الدقيقة اللي نتكلم معكم فيها الآن، الأخبار الواردة على أن هناك قطع الكهرباء والأنترنت وإنزال عسكري وأمني كبير على مستوى منطقة القبائل. إذن عندنا شعب مضطهد، عندنا شعب محتل، عندنا شعب ينكل به، وواجب علينا جميعا نشر المادة الإعلامية للتعريف بهذه الانتهاكات، خصوصا وأن المملكة المغربية تترأس مجلس الدولي لحقوق الإنسان. إذن تحياتي لكم إخوة الكرام، شكرا لكل ضيوف الكرام، الأخ براتبوت، الأخ شيخ البدو، الأخ واد نون شاعرنا الكبير، الأخ خالد هنا، تبارك الله عليك أخي الكريم. فتحيات، تفضل. غير هو التوضيح لان الاخوان شت، وهذه ماشي غير لقيت مع عندكم هون في التعليق، حتى شفتوا في بعض المنصات الماده اللي كتنص على تقرير المصير كانت هي الماده 32 وليست 30 في اخر دستور اللي هو الدستور اللي صادف الجريده الرسميه 81 بتاريخ 30 جبير 2020. والماده 32 تقول الجزائر متضامنه مع جميع الشعوب التي تكافح من اجل التحرر السياسي الاقتصادي والحق في تقرير المصير وضد كل تمييز عنصري. أما المادة 30 فآخر فقرة فيها هي اللي كتأكد لنا بأن الدولة الجزائرية هي دولة عسكرية ديكتاتورية. آخر فقرة فيها كتقول يتولى الجيش الوطني الشعبي الدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد، للبلاد طبقا لإحكام الدستور. إذا كان الجيش الشعبي عندهم هو اللي كيتولى الدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية ديال الدولة اللي منها السياسة الخارجية ومنها العلاقات الاقتصادية وإلى غير ذلك ومنها حتى المواقف السياسية، أشقى الحكومة المدنية. هذا هو اللي بغيت نوضح، المادة 30 كتأكد على التنمية وعلى الحكم العسكري. شكرا جزيلا لك خالي هنا، شرفتنا اخي الكريم، استضفوك فرصه اخرى قادمه ان شاء الله باذن الله، وغادي نحاول كما قلت لكم انا حاليا اشتغل على التنسيق مع المتحدث الرسمي باسم الحكومه القبائليه السيد اكسيل بالعباس للحضور في لايف، نتمنى ان شاء الله يكونوا فيه الاخوان كاملين ويحاولوا يدعموا المساحه نطلعوها ان شاء الله، وايضا نحاول ننسق مع متحدثين اخرين ويعني مناضلين من داخل حركه الماك لاستضافتهم وتعريفنا باخر التطورات وما اهميه هذه الخطوه اللي تم الاعلان عليها اليوم. شكرا جزيلا الاخ هنا، الاخ وادنون، الاخ شيخ البدو، الاخ براتبوت، بارك الله فيكم واستاذنكم في امان الله، شكرا جزيلا لكم.